بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. ليلة مباراة مصر وغانا، المباراة المهمة والمرتقبة، إن شاء الله نحقق الفوز ونعود للبطولة بقوة بعد التعادل مع موزمبيق. هنتكلم عن كأس الأمم الإفريقية وكواليس مباراة بكرة مع ضيوفنا الكرام. الفقرة الأولى الحقيقة هيكون معايا أحد النجوم الكبار في عالم كرة القدم والنادي الأهلي، النجم الكبير كابتن رضا شحاتة، واحد من المدربين الحقيقة اللي لهم بصمة واضحة مع كل فريق مسكه خلال الفترات الأخيرة، وبالتالي هيكون له وجهة نظر نسمعها منه إن شاء الله على الهواء مباشرة في الفقرة الأولى. أما في الفقرة الثانية المتألق كريم سعيد والمتألق أحمد ثابت، وكلام مهم جدا 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 عن مباراة مصر وغانا، وأيضا هنتكلم عن النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين في هذه الفترة دائما لا صوت يعلو فوق صوت بطولة الأمم الإفريقية. مواجهة إفريقية مرتقبة ما بين منتخبنا الوطني وغانا إن شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل. كل مصر، 120 مليون مصري في داخل مصر، ويعني ممكن يكون 10 15 20 مليون بره مصر برضو هيتفرجوا على هذه المباراة، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار. كل الناس بتقول يا رب، كلنا زي ما قلت لحضراتكم امبارح كلنا ننتظر الفوز والنصر لمصر. يا رب بكرة تكون فرحة لكل الجماهير المصرية، يا رب يكون بكرة التوفيق معانا، التوفيق مع فيتوريا، التوفيق مع بقية اللاعبين. يا رب بكرة إن شاء الله صلاح وباقي رجال منتخبنا القومي يكونوا في قمة التوفيق والفورمة الفنية. برضو يا رب بكرة حكم المباراة ما يجيش علينا ويدينا حقنا داخل الملعب. حتى الآن المباريات والحكام ماشيين على بشكل رائع جدا، نقول اللي لينا واللي علينا. أتمنى أن الحكم يحكم بالعدل في مباراة بكرة. هذا الحكم للمرة المليون أهو بقول، هذا الحكم له سابقة ليست جيدة مع النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، عندما لم يحتسب ركلة الجزاء واضحة وضوح الشمس لكهربا، ونفس الكرة بالظبط حسبها ركلة الجزاء لاتحاد العاصمة. فبالتالي عندنا بكرة حكم، أتمنى يا رب أنه يكون عادل، يدي فريق غانا حقه ويدي منتخب مصر حقه. إن شاء الله بكرة بمؤازرة الجماهير والدعم الجماهيري الكبير اللي هيكون موجود في كل مكان وعلى السوشيال ميديا، إن شاء الله ربنا هيكرمنا يعني نجرب نشوف شهر، يعني نوقف كل حاجة ونوقف كل الاجتهادات وكل الأمور الخاصة بكل الأندية، ونتكلم دايما على منتخبنا ونقف ورا منتخب بلدنا، ونبطل انتقادات وآراء سلبية ومحبطة، وندعم اللاعبين. إن شاء الله مواجهة غانا زي ما قلت لحضراتكم هتكون البداية للفراعنة في هذه البطولة. يعني أنا امبارح قلت للكابتن ماهر، كابتن ماهر همام كان ضيفي في الفقرة الأولى، قلت له يا كابتن ماهر احنا هنعتبر ان احنا موجودين بقالنا 8 ايام في ساحل العاج، هنلعب أولى مباراة كأس الأمم الأفريقية بالنسبة لنا كمصر بكرة إن شاء الله. طب ماتش موزمبيق نعتبره ان هي كانت مباراة ودية وتعادلنا فيها 2-2 مع موزمبيق، لأنه كل اللي بنطلبه ان احنا نكسب مباراة بكرة إن شاء الله، من كل اللي بنطلبه من اللاعبين. ربنا يكرمنا في مباراة بكرة، وربنا يكرمنا في مباراة يوم الاثنين القادم أمام كاب فيردي، وربنا يكرمنا ونكسب ونصعد بالست نقاط أو بالسبع نقاط إن شاء الله. هو ده اللي يهمنا، هو ده اللي يهمنا في ظل إن شاء الله يحصل أداء وعدالة تحكيمية على ملعب المباراة. هو ده هو ده الحكم. هذا الحكم ظلم النادي الأهلي ظلم واضح وبين. مرة تانية الحكم الجابوني إتشو، هذا الحكم ظلم النادي الأهلي ظلم بين، ظلم واضح. الأهلوية وغير الأهلوية شافوا أن هذا الحكم لم يحتسب ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس الكهرباء. فيا رب بكرة يا عم إتشو
ربنا يكرمك وتعمل ماتش كويس، هو ده اللي يهمني. العدالة الواضحة، العدالة اللي يجب أن تكون متواجدة مع الجميع يا رب. مستر روي فيتوريا أكيد يعني أكيد انتهى من وضع جميع النقاط للمباراة، عالج النقاط السلبية 100%، لأنه أداء منتخبنا الوطني في مباراة موزمبيق كان هناك أداء سلبيا. لو حد جه سألني وقال لي إسلام أنت متفائل ولا لأ، هقول أنا متفائل وجدا، وأتمنى أن كل الناس تكون متفائلة، لأن احنا نقدر وعندنا الخبرات والإمكانيات والإصرار والعزيمة والإرادة أننا نوصل لهدفنا ونتوج. مش هدفنا أن احنا نصعد بالمناسبة، هدفنا أن منتخب مصر يتوج ببطولة الأمم الإفريقية. مش محدش فينا عنده فكرة تانية أو غرض تاني. يعني احنا لو صعدنا للدور الثمانية ولا دور الستاشر، ما ده الطبيعي يا جماعة، صعدنا لدور الثمانية الطبيعي يا جماعة، صعدنا للدور قبل النهائي، ما هو ده الطبيعي برضه. فاحنا عايزين ناخد هذه البطولة ونبدأ من مباراة بكرة إن شاء الله. بكرة المواجهة الخامسة ما بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية. التقينا ثلاث مرات من قبل هذه المرة في دور المجموعات، ومرة واحدة في المباراة النهائية، وحقق الفراعنة الفوز في مباراتين، وتعادل المنتخبان في لقاء، وفاز النجوم السوداء في مباراة، وسجل الفراعنة ثلاثة أهداف وتلقت شباكنا هدفين. مباراة بكرة هتشهد تنافس وندية بين اللاعبين المحترفين في مصر وغانا، حيث يتواجد عدد كبير من اللاعبين في الدوريات الأوروبية. مثلا خلينا أقول لحضراتكم أن في الدوري الإنجليزي يضم المنتخب الوطني محمد صلاح ليفربول والنني أرسنال. منتخب غانا محمد قدوس لاعب وسط ويست هام، وأنطوان سيمينيو مهاجم بورثموث، وجوردن آيو مهاجم كريستال بالاس. ده في الدوري الإنجليزي، يعني 3-2 في الدوري الإنجليزي. أما في الدوري الألماني منتخبنا الوطني ونجمه عمر مرموش نجم انتراخت فرانكفورت، ويبوا من بيلعب في هامبورغ. ايضا في الدوري الفرنسي مهاجمنا المصري مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، هيلاعب اليدو سيدو، مدافع كليغ مون فوت، ومحمد سليسو مدافع موناكو، وإرنست نواما مهاجم ليون. دي المجموعة اللي هتلعب الحقيقة سواء في فرنسا، يعني فرنسا وإنجلترا وألمانيا بيلعبوا ضد بعض في هذه المباراة. أيضا في الدوري التركي يتواجد ثنائي منتخب مصر تريزيجيه وأحمد حسن كوكا. تريزيجيه بيلعب في طرابزون سبورت، وأحمد حسن كوكا بيلعب في بندك سبور، وهيلعبوا ضد الكسندر جيكو مدافع فنربخشة، ودانيال إمارتي مدافع بشكتاش، وكينجسلي شندلر لاعب سامسون سبور التركي. بعض المقارنات دايما اللي بنتكلم فيها في هذا الأمر. أيضا عايز أتكلم مع حضراتكم عن التشكيل المتوقع لمباراة بكرة، وزي ما قلنا لازم روي فيتوريا يعمل تغييرات في التشكيل. السبب اللي هو قاله يعني هو بيقول ان بكره هيكون في تغيرات في التشكيل، ولكن في المؤتمر الصحفي قال بكره هيكون عندي تغيرات في التشكيل ليس بسبب مباراه زيمبابوي. احنا مش عايزين نعرف السبب، مش فارق معانا بسبب مباراه زيمبابوي، بسبب متطلبات مباراه غانا. انت حر، انت المدير الفني تختار ما تريده، واحنا كلنا في ظهرك، ولكن يجب ان يكون هناك تغيير، لانه ده موضوع واضح لكل الناس. كل الناس شايفة أنه يجب أن يكون هناك تغيير واضح، ومش هقول كبير، يعني ثلاث أو أربع لاعبين على الأقل في مباراة بكرة. متوقع أن يبدأ منتخبنا الوطني محمد الشناوي في حراسة المرمى، فتوح عبد المنعم، حجازي، محمد هاني، إمام عاشور، مروان عطية، حمدي فتحي، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح. ده توقع، يعني ده توقعنا من خلال مصادرنا هناك، واللي عارفينه ان ده اللي هيمشي خلال الايام القادمه، او ده اللي هيحصل خلال الايام او خلال مباراه بكره ان شاء الله.
هل ده تشكيل جيد؟ اي 11 هيلعبوا بكره كل مصر هتبقى في ظهرهم. اي 11 هيلعبوا بكره كلنا هنبقى بننتظر منهم 100% من المجهود او 200% من مجهودهم، والتوفيق ده يتبقى بتاع ربنا. فمهم جدا 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 ان ربنا بكره يكون واقف معانا كمصر، ويقف مع فيتوريا وهو بيفكر في التشكيل اللي هيلعب بيه مباراه بكره. ايضا من التقارير المهمه اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم تقرير لموقع اوبتا العالمي، وهو موقع متخصص في التحليل اداء اللاعبين والبيانات. موقع اوبتا سلط الضوء على مرموش مع سبع مواهب افريقيه تستحق المشاهده، تحت عنوان 8 لاعبين اقل شهره يجب متابعتهم في كاس الامم الافريقيه. ضم التقرير 8 لاعبين: كريم كوناتي لاعب منتخب كوت ديفوار ونادي ريد بول سالزبورغ، وسيروهو جيراسي لاعب منتخب غينيا ونادي شتوتغارت الالماني، وادامو ناجالو لاعب بوركينا ونورشيلاند الدنماركي، وبلال الخانوس لاعب منتخب المغرب وجينك البلجيكي، ويعقوبة لاعب منتخب جامبيا وفينورد الهولندي، وجيني كاتومبو لاعب منتخب موزمبيق ونادي سبورتنج لشبونة، بالإضافة للاعب منتخب مصر عمر مرموش. ووصفت منصة أوبتا عمر بأنه لاعب بمثابة نسمة الهواء المنعش بالنسبة للغير متابعين للدوري الألماني. يعني الموقع بيقول أن عمر مرموش هو النسمة الحلوة في للي ما بيتفرجش على الدوري الألماني، كما أشارت أيضا إلى أن عملية الدفع بمرموش عملية أساسيا مع المنتخب الوطني ليست مضمونة، لذا على اللاعب تحقيق الاستفادة القصوى من أي فرصة تتاح له لإثارة الإعجاب، خاصة أن المستوى الفني الذي يقدمه مع إنتراخت فرانكفورت يشير إلى القدرة على إحداث الفارق في المباريات. يعني مرموش الحقيقه من اللاعبين الجيدين جدا، والكل بيعتمد عليهم والكل بينتظرهم، وكلنا كنا شايفين ان هو هيؤدي بشكل رائع في هذه البطوله. ربنا يكرمه في المباريات اللي جايه، سواء لعب اساسي لعب او نزل في اثناء سير المباراه. نتمنى له يا رب هو وكل زمايله في منتخب مصر كل التوفيق. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر اخبار كاس الامم الافريقيه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة غانا غدا في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا ستكون صعبة وأمام خصم جيد. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: نحتاج التزاما تكتيكيا وقوة في الالتحامات والابتعاد عن الأخطاء التي وقعنا فيها أمام موزمبيق حتى نفوز أمام غانا. وأكمل: كما قلت قبل ذلك، كل المنتخبات قوية وتتطور، لكننا جاهزون لمباراة الغد وسنقاتل من أجل الفوز، وأثق في فريقي في المباريات المقبلة. أكد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني أن لاعبي الفراعنة يدركون جيدا أهمية مباراة الغد أمام غانا، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة. وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: إن لاعبي منتخب مصر تأثروا عقب مباراة موزمبيق، لكنهم أغلقوا ملف المباراة الماضية وهم في بطولة ولديهم هدف واحد ويمتلكون لاعبين كبار. أكد عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني وفرانكفورت الألماني أن لاعبي المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هدفهم في بطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار والفوز باللقب. وأضاف مرموش: وجود محمد صلاح في قيادة الفراعنة ناجح في تجميع اللاعبين بروح طيبة، والكل يسعى لإسعاد الجماهير المصرية التي يعتبرها المحفزة دائما للمنتخب من أجل الفوز. أبدى سونغ مدرب منتخب الكاميرون رضاه بعد تحقيق التعادل أمام غينيا 1-1 في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا. واعترف المدرب الكاميروني بصعوبة بداية المنتخبات في المنافسات الكروية، واستدل على ذلك بما حدث مع بعض المنتخبات الكبيرة في أولى مواجهاتهم. وعن مواجهة حامل اللقب السنغال في الجولة المقبلة بعد غد، قال سونغ: ليس هناك أي قلق، سنبقى إيجابيين
ولا أظن أن لقاء السنغال سيكون مثل اللقاء السابق. أكد جوزيب سيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري عندما سئل عن تعثر المنتخبات الكبيرة في كأس أمم إفريقيا أنه ليس مندهشا من ذلك، لأن كرة القدم الآن أصبحت أكثر توازنا. وأكد بسيرو أن هناك لاعبين جيدين في الفرق الأخرى ومعظمهم ينشط في أوروبا. وأكد بسيرو أن الفرق الصغيرة تلعب بدون ضغط على عكس المنتخبات الكبيرة التي تعاني من الضغط أثناء مواجهة المنتخبات الصغيرة. أكد ستانلي نوبالي حارس مرمى منتخب نيجيريا على أهمية الفوز بالمباراة المرتقبة ضد كوت ديفوار غدا قائلا: المباراة ضد غينيا الاستوائية ليست جيدة حقا بالنسبة لي. واعترف نوبالي بأن المباراة القادمة ضد مضيف كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة، لكنه أكد على أن الفوز أمر حتمي. غادر شيخو كواياتي نجم نوتنغهام فورست ومنتخب السنغال معسكر أسود التيرانغا لتشييع جثمان والده الذي وافته المنية قبل مواجهة الكاميرون المرتقبة بعد غد في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. وأصدر الاتحاد السنغالي بيانا رسميا قال فيه: تم السماح للاعبنا شيخ كواياتي بمغادرة مجموعة المنتخب الوطني لحضور جنازة والده الذي وافته المنية اليوم في دكار. يغيب طه ياسين الخنيسي لاعب المنتخب التونسي عن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال المباراة الأولى في البطولة. وقال الاتحاد التونسي في بيان عبر حسابه على فيسبوك إن اللاعب خضع لكشوفات بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة وستحرمه من مواصلة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية. أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بيانا رسميا بشأن الأزمة المثارة حاليا حول تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار. وأكد كاف أن كل شيء يتعلق بعملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023 يبقى تحت مسؤوليته، على الرغم من وجود بعض الأزمات في اليوم الأول من البطولة بسبب الشراء الكبير في الدقائق الأخيرة لبعض التذاكر، فقد تم تعديل نظام التذاكر منذ ذلك الحين للتعامل مع مثل تلك الظروف. وأكد الكاف أن النظام يعمل حاليا بشكل جيد جدا، حيث تم بيع 60% من التذاكر إلكترونية عبر موقع كاف عالميا، بالإضافة لنقاط التوزيع في كوت ديفوار. طيب، أيضا من أخبار النادي الأهلي النهاردة، استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم المهندس عبد الرحمن جاويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الجاويش، من خلال لارز للتطوير العمراني الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الأهلي في الإمارات، وهو إحدى شركات الجاويش الحقيقة إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار والراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 ل 28 يناير الجاري. خلال اللقاء الذي جاء وديا للغاية، تلقى الكابتن محمود عدة تصورات من المهندس جاويش خاصة بالتعاون بين النادي وبين هذه المجموعة الاستثمارية في إطار رغبتها الواضحة في دعم القطاع الرياضي والأبطال الرياضيين والبنية التحتية بما يخدم المصلحة العامة للرياضة المصرية. وقامت شركة سيكس يورز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات والمنظمة للمعسكر بدور كبير في فتح أطر التعاون بين النادي ومجموعة الجاويش للاستثمار، خاصة وأن شركة سيكس يورز كانت لها تجارب عديدة ناجحة مع النادي الأهلي، وسبق أن قامت بتنفيذ معسكر النادي الأهلي في النمسا مع بداية الموسم الحالي بنجاح كبير. وفي نهاية اللقاء تبادل الكابتن محمود مع المهندس عبد الرحمن جاويش الدروع والهدايا التذكارية، وأكد على ضرورة نجاح التجربة وفتح قنوات تعاون أخرى خلال المستقبل القريب. النهاردة أيضا كان هناك زيارة من الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي ومرسل الكرة المدير الفني للنادي الأهلي، زيارة لمستشفى 57 357
الكل يعلم أن هذه المستشفى هي مستشفى لعلاج سرطان الأطفال. كانت هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر ما بين النادي الأهلي والمستشفى، وذلك في ضوء الدور المجتمعي للنادي. كانت إدارة المستشفى الحقيقة حريصة على استقبال حافل بالورود لبيبو ولكولر شارك فيه الأطفال، كما تم عرض في المقاصير عن بطولات النادي الأهلي الأخيرة. ثم قام الثنائي كابتن خالد بيبو ومستر مارسيل كولر بزيارة الأقسام. الحقيقة أي حد بيروح هذه المستشفى بيجي له طاقة إيجابية كثيرة وكبيرة جدا جدا جدا. دكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي لهذه المستشفى رجل من الرجال الحقيقة اللي بتحارب بشكل كبير جدا جدا لتطوير هذه المستشفى دائما بشكل واضح، وزيارات كل النجوم، نجوم النادي الأهلي وكل نجوم المجتمع الحقيقة لهذه المستشفى، أعتقد أن هي بتؤدي بشكل كبير لعمل يعني حالة عند الأطفال الصغيرين زي ما حضراتكم شايفين. ما هو معظم الأطفال دي يعني هتلاقي 90% منهم 70-80% منهم أهلوية، والباقي بيشجعوا أندية أخرى. وبالتالي لما يشوفوا مارسيل كولر معاهم المدير الفني لأكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا، لما يشوفوا مدير الكرة كابتن خالد بيبو وسطهم لأكبر نادي في أفريقيا، أعتقد أن الأمر ده بيفرق كتير جدا مع هؤلاء الأطفال. الولاد اللي زي دول بيبقى عندهم حب لرؤية هؤلاء، مثل أعلى كابتن خالد بيبو مثل أعلى للكثير من هؤلاء الأطفال. كابتن مستر مارسيل كولر نفس الكلام، قبل كده كانت زيارات واضحة من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل الحقيقة لهذه المستشفى، وبالتالي زيارة مهمة في وقتها الحقيقة، وكانت زيارة مهمة جدا 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 سواء لكابتن خالد بيبو أو لمستر مارسيل كولر لمستشفى 57-357. ودايما الدور المجتمعي الواضح للنادي الأهلي بيظهر في مثل هذه التوقيتات وفي مثل هذه الأمور. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم كلف الكابتن خالد بيبو مدير الكرة للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلال المعسكر الفريق المقرر إقامته في الفترة من يوم 20-28 الجاري. كابتن خالد بيبو كان حريص على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب، فضلا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر. يوم السبت البعثة ستغادر إلى الإمارات على أن تتخلل المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة. كل التوفيق للنادي الأهلي في معسكره المغلق في أو معسكره في الإمارات الخارجي في الإمارات، لأنه هذا المعسكر سيكون له تأثير كبير جدا جدا خلال الفترة القادمة. خلونا نروح بقى لحدث تاني ومهم. معرفش ليه الناس مش واخدة بالها من هذا الحدث، ولكن مصر بتستضيف كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد تحت رعاية فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. النهاردة كان حفل الافتتاح وظهر بشكل أكثر من رائع. نقلنا لحضراتكم حفل الافتتاح اللي أقيم على استاد القاهرة، والمباراة اللي كانت ما بين منتخب مصر ومنتخب غينيا واللي انتهت بفوز الفراعنة 33-15. بطولة مهمة بيشارك فيها 16 منتخب. منتخبنا هيخوض البطولة بحثا عن اللقب التاسع والتأهل لأولمبياد باريس 2024. حاجة جميلة جدا جدا جدا. التنظيم كان رائع، ومن وجهة نظري ان تنظيم حدث مهم زي ده هو فخر لكل المصريين. مصر بتستطيع استضافة العديد والعديد من الأحداث الرياضية العالمية وبتنال إشادة كبيرة من العالم. شفنا تنظيم مصر الرائع لكأس العالم لكرة اليد في أزمة كورونا الحقيقة، وكان هو ده المفتاح اللي فتح تنظيم بلاد كتيرة لأحداث وإيفنتات رياضية كثيرة. ولكن مصر هي من قامت بتطبيق الفقاعة الطبية واللي نالت إشادة الجميع الحقيقة، وتكررت التجربة بعد كده في أولمبياد طوكيو لو تفتكروا. منتخبنا هو حامل البطولة، حامل لقب هذه البطولة سنتين على التوالي. إن شاء الله إن شاء الله تبقى الثالثة ثابتة، ويستطيع منتخبنا الوطني لكرة اليد أن يفوز بهذه البطولة. ولكن
ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذا التنظيم الرائع وهذا الافتتاح الجميل الحقيقة، اللي يعني خلانا نفتكر يعني إيه افتتاحات مبهرة الحقيقة، الافتتاح المبهر كأس الأمم الأفريقية السابقة اللي كانت في مصر كان لكرة القدم، يعني كانت حاجة رائعة أشاد بيه الجميع. النهاردة أيضا في كرة اليد بنشوف هذا الافتتاح الرائع وقد إيه إن مصر تملك مواهب كثيرة جدا جدا جدا، ولكن إن شاء الله مباريات منتخب مصر تشوفوها مذاعة على قناة النادي الأهلي. الحقيقة اللي بنحاول نبذل أقصى مجهود علشان نوصل لحضراتكم كافة الأحداث اللي نقدر نوصلها لحضراتكم من خلال هذه الشاشة، شاشة قناة النادي الأهلي. مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد إن شاء الله، إن شاء الله أولى المباريات كانت مذاعة النهاردة على الهواء مباشرة، مصر وغينيا، واستطاعت مصر أن تفوز 33-15. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، وكل التوفيق لمنتخب مصر أيضا لكرة القدم في مباراته بكرة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل او هنتكلم بقى في فقرتنا الاولى عن منتخب مصر وعن النادي الاهلي وعن حاجات كثيره جدا وامور فنيه كثيره جدا لمباراه بكره، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن رضا شحاته في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن رضا شحاته. ازيك كابتن رضا؟ حبيبي عامل ايه؟ تشرف ومنور. ربنا يخليك يا حبيبي، سعداء جدا بوجودك معانا. سعيد جدا معاك النهارده. ربنا يخليك يا حبيبي، دايما بنستعين بيك في المواقف الصعبه اللي احنا فيها دي قبل ليله المباراه او ليله المباراه. موقف صعب لمنتخب مصر هو اللي وضع نفسه فيه الحقيقه، وبالتالي شايف مباراة بكرة ازاي في ظل الأحداث اللي بتحصل حوالينا في كرة القدم؟ يعني احنا شفنا ان بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن يا كابتن رضا مش عارف اقولها ازاي، مش فاهمين عايزه ايه، مش فاهمين عايزه ايه. النهارده المغرب، حتى المغرب كسبان 3-0 وكل حاجه، ولكن اداء مش هو اللي انت مستنيه برضه. صح، انا معاك، بس يمكن طلع الوليد الكابتن وليد الكراكي واتكلم على انه الرطوبه، نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ولكن هذه هي الحقيقه للمره المليون. انا بقول لحضراتكم ان الرطوبه في ساحل العاج، اثيوبيا، كينيا، ساحل العاج، الثلاث بلاد دول الرطوبه فيهم بتخليك ما بتعرفش تتنفس، يعني ده صعب، موضوع نعم؟ صعب، بيبقى صعب في الثلاث بلاد دول تحديدا يعني طبعًا. فالموضوع بيبقى صعب مش سهل، ولكن في النهايه خلاص انت بقالك 7-8 ايام موجود، بقالك فتره موجود، مش عارف اقول لك ايه، ولكن كيف تنظر لهذه المباراه في ظل الاحداث الغريبه اللي بتحصل حوالينا؟ اهو انت دلوقتي الناس تقول لك ايه بطوله الصغار، طيب مصر هتلاعب غانا، حد تالت هيكسب يعني ولا احنا مش عارف. يعني بص الكلام بيبقى كلام كتير، ما طبيعي ان انت لما انت اللي بتحط نفسك في موقف بايخ زي ما بيقولوا، فطبيعي الهجوم بيبقى صعب، لان انت النهارده يعني انا بشوف ان من البطولات القليله اللي دخلناها وكان الناس عندها امل كبير قوي من المنتخب. سبحان الله، قبل كده لو ترجع بقى بالتاريخ شويه كله ده كله نعمل ايه، ده احنا هنخسر، ده مش هنعمل حاجه، مش هنعدي المجموعات. البطوله الوحيده تقريبا اللي كان عندنا امل كبير قوي فيها اللي هي البطوله دي، فعشان كده رد الفعل قوي عن كل مره. صحيح، فالناس كلها متضايقه، عندك ردود افعال مش اظرف حاجه، ولكن برضو ترجع للاخر انت اللعيب المسؤول عن اللي بيحصل، انت اللعيب المسؤول عن الحاله اللي انت حطيت نفسك. الماتش سهل جدا، كسبان 1-0 في اول دقيقتين، اكسب هات جون كمان الماتش خلص والدنيا اتلمت والامور بالنسبه لك، حتى لو في رطوبه هيبقى الماتش سهل بالنسبه لك، فالامور هتعرف تمشيها يعني. فالفكره كلها انت في الاخر حطيت نفسك في موقف بايخ زي ما بيقولوا، فانت محتاج تخرجنا منه، ومحتاج ان انت تعمل اقصى مجهود بقى في الماتش اللي جاي عشان ما بقاش عندك فرص غير ان انت تكسب الماتش اللي جاي. فده مهم جدا ان انت تشتغل عليه وتلعب عليه، وخلاص انت حاطط نفسك في موقف ازاي تشتغل عليه وتلعب عليه. بص اقول لك حاجه، انا يعني من قبل الماتش او من وقت الاختيارات وانا عندي شويه تساؤلات كده، حاسس ان هي برضو بالتبعيات بتجر ما هو بعد. يعني انت عارف دايما في الكوره، في مجال الكوره عندنا، الكوره مش ملعب بس، عندك شويه تفاصيل في الاول كده. صحيح، ممكن تبقى دي مش مترتبه صح، فمش مترتبه صح، فالامور بالنسبه لك ما تبقاش اقوى حاجه او احسن حاجه. فمن الاختيارات من البدايه
انت بتختار منتخب مصر غير لما تختار لنادي. يعني الانديه اختياراتها حاجه والمنتخب اختياراته حاجه تانية. حقيقة. بمعنى انت في منتخب مصر مش بتختار 20 لعيب، انت بتختار من بلد كامل، فانت بتختار الافضل. الافضل ده امتى؟ مش السنه اللي فاتت، مش السنه اللي قبلها، مش دلوقتي. انا بختار اخر حاله، اخر حاله اللي هو قبل التجمع. انا حتى لو عندك ثقه في بعض اللاعبين اللي ما يكونوش كويسين او مصابين. طيب لو انا عندي ثقه في لعيب واللعيب ده جاي من اصابه ومش جاهز، الثقه لحد فين؟ بالظبط. يبقى انا واضحه ان هي موجوده لغايه اقصى درجه. يبقى انا اشوف اللعيب اللي في نفس المكان اللي عامل حاله كويسه في اخر ماتشات ناهي بيها كويس ويلعب، مش العكس. لا انا على فكره معاك، ولكن انا بقول لك هنا ما هو الثقه وصلت لدرجه انه لدرجه كبيره. حلو كده؟ مش عارف اقول لك ايه، لكن لدرجه كبيره. صح كده؟ لا هاخدك وهتلعب. برافو عليك. طيب انت زعلان من اللي بيحصل ليه؟ انا زعلان؟ انا مش زعلان. لا مش انت، انا بتكلم عليه هو كاختيار. ما هو الاختيار في مش الاخر. مش انت بتثق في اللعيب وشايف ان هو حالته كانت من فتره كان لعيب كويس وتمام، بس راجع من اصابه فممكن يبقى كويس، صح كده؟ صح. لما يحصل منه مشكله او يحصل غلطه انت اللي هتحاسب مش انا. ما هو انا اللي هتحاسب اول، لكن المنتخب اللي بيخسر. ايوه ما انا اقصد بقى يعني ما انا اقصد ان عشان كده قلت لك بيتعادل يعني. انا عشان كده قلت لك ارجع بقى ارجع بقى للخطوه من خطوه لورا عشان تعرف انت بتحصل ايه. ساعه الاختيارات بقى. من ساعه الاختيارات. لان في ناس حالتها كويسه كانت المفروض تبقى موجود، مش كانتش موجوده اصلا. وفي ناس حالتها الفنيه والبدنيه لازم يلعب مش موجود. فعندك دي مشاكل، وبرده مش ببني عليها ان احنا تعادلنا بسبب ده. انا بقصد ان الحاجه الغلط من البدايه فبتبني عليها غلط في الاخر. حقيقي. ده الوضع الحاصل. انما اللقاء الغانا انا بشوف الناس كلها بتتكلم في تغييرات كتيره جدا وده غلط. هنرجع نتكلم على غانا، ولكن اصل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام حلو جدا وكلام محترم جدا، ولكن في نفس الوقت انا كمنتخب مصر اللي بتضر. يعني مش عارف اقولها ازاي. انا كمان واحد من الناس، انا اسلامي يعني، واحد من الناس اللي ثقته كبيره جدا في معظم اللعيبه، معظم اللعيبه اللي موجوده، وكل اللعيبه كمان طبعًا. مش معظمهم، ولكن في النهايه انا لما اشوف الاداء اللي انا شفته في مباراه موزمبيق هيخليني افكر في الماتش اللي جاي. احنا بكره كلنا مستنيين موعد اعلان ايه التشكيل طبعًا. عشان نشوف، لانه كابتن رضا شحاته عنده تشكيل هو قريب جدا بنسبه 99% ان ما كانش 100% من تشكيل اسلام، من تشكيل معظم ال 120 مليون مصري. مليون. فهل هيكون انت يا فيتوريا عندك تفكير تاني غير ال 120 مليون؟ ليه؟ ما انا حاسس بكده برضه. ليه؟ ده اللي انا سامعه، اللي انا عرفته يعني من هناك. لا من غير ما اسال. من غير ما اسال ومن غير ما ادور. ليه؟ لا انا سالت ودورت. ما انت بقى عشان عايز تعرف التفصيله من عايز مصدرها. عايز اعرف التفصيله من بدري كمان. بس انا عشان تقرا الشخصيه اللي قدامك او المدير الفني اللي قدامك، ما هو بتبقى يا مثلا مانويل جوزيه لما كان جاي يعمل تغيير انا عارفه يعمل ايه. انا عارف دماغه موديه فين. لان هو شخصيته بتفرض عليه الاسلوب اللي بعد كده. طالما اختياراتك من البدايه مبنيه على الثقه مش على الافضليه، هيبقى الافضل. بس معلش هتفضل الاختيارات لحد النهايه. حتى في الماتشات ثقه. صح. ولكن خلي بالك هو مش غلط ان هو ياخد الثقه. لا مش غلط. ما هو انا بس عشان الناس ما تفهمش كلامنا ان هو احنا بنتكلم على ان هو لا بالعكس لا لازم في مدربين كتيره جدا 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 بتثق في لعيبه وبيلعبوا كويسين او حلو قوي. بس الكلام ده تاني نادي مختلف. انت عندك كام في القائمه بتاعتك؟ لا بس خلي بالك عندك كام لعيب معلش انا اسف في النادي 30. في المنتخب عندك كام لعيب دلوقتي؟ 27. لا انا بتكلم الاختيارات بقى. لا من الاختيارات اضرب ال 30 دول في ده اللي انا قصده بقى. ده اللي انا قصده 30 في 18. ما تقدرش تقول ان النادي زي لا المساحه في النادي طبعًا. وهقول لك حاجه، في النادي حتى انت عندك الصف الاولاني مختلف عن الثاني يعني انت حقيقي. فلما اجي اثق في لعيب في الصف الاولاني ان هو بس خلينا نتكلم بشكل اوضح. لما تيجي تتكلم عن احمد حجازي وياسر ابراهيم، لا من الاثنين جامدين جدا والاثنين اثنين مدافعين جامدين جدا حلوة. كل حاجه. لما تيجي تتكلم عن النني ومروان عطيه، النني بيلعب في واحد من اكبر الانديه ما بيلعبش بشكل طبعًا. مستمر، ولكن مجرد وجوده في هذا النادي وتدريبه هو افضل من حتت كتيره جدا. انا بكلمك على الجنبين. نفس الكلام بالنسبه لمروان. مروان افضل لاعب رقم 6 دلوقتي موجود في مصر، مش كلامي ده كلام كل الناس. فانا في الاخر لما اختار مروان وهو كويس بالنسبه لي انا كمدير فني ماشي. مروان لما اختار النني ما هو برده كويس. لما تيجي اختياراتك بقى للعب تختار الايه اللي حالته لا مالناش دعوه بقى بالنادي وبيلعب فين. لا اللي حالته افضل طبعًا. حالته في القدام صح كده. عشان كده هو ده الاختيار بقى، هو ده الاختلاف. عشان كده دايما بنقول ايه ان المدير الفني
هو اللي عارف، لانه طبعاً هو اللي شايف النهارده رضا شحاته وهو بيجري مريح، لا شايف ان هو طبعاً كذا. مروان خلينا ناخد حته صغيره، مروان قبل كاس عالم لو انت دخلته منتخب ما لعبش ما كانش عندي مشكله، ما كانش في حالته قبل كاس عالم الانديه. الانديه اوكي، انما بعد كاس عالم لا يمكن يبقاش موجود. صح، يعني لا يمكن، لا ما يبقاش موجود ويلعب، لا يمكن ما يبقاش موجود في التشكيله الاساسيه بالنسبه لك. أوكي، لا يمكن تحت اي مسمى وتحت اي ظروف انت عايز تقولها. مش بقيم، مش بقول ان نجم وحش. صح صح يا جماعه، احنا لما بنيجي نتكلم على اثنين لعيبه احنا مش بنقول واحد اقل من واحد. طيب الاثنين جامدين جدا، ولكن الحاله الفنيه والذهنيه الموجوده الاخيره مين افضل؟ مروان. تختار الافضل، ده رايي. انت شايف الذهنيه والفنيه في مباراه كاس العالم، وايضا مش دي اخر حاجه. طيب يبقى ولكن لازم بعد مباراه كاس العالم، ما هو برده رضا، انا هنا باخد، خلي بالك احنا لازم لما نيجي نتكلم على الجنبين. ماشي، حضرتك مدير فني من وجهه نظري من احسن المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر، وبالتالي ليك وجهه نظر، فانا عايز افهمها. انه ممكن يكون في التمرين في حاجه تانية، انا اللي شايف، انا اللي بقول، انا طبعًا اللي بختار. لا انا فيتوريا. لا 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 ثانيه واحده، اتفضل. فتره المنتخب التجميع غير النادي برضو. يعني انا اقصد ايه، انت في النادي بتبقى عايش مع لعيب كل يوم وحالته كل يوم يعني كل يوم، انما الفتره اللي هو انت مجمع فيها، انت بتجمع الافضل في الاخر فتره، صح كده؟ يا دوب بتيجي تجيب اللعيب وتقول له احنا هنشتغل واحد اتنين بتمرينات قليله جدا، اللي هو حافظه وعارفه. الله ينور عليك. فالحاله هنا الافضل انت تاخد الحاله الكويسه تلعب. كابتن محمود ملهاش علاقه هنا بقى بالسيفيل اللي قبل كده ما بتكلمش على السيفيل اللي قبل كده، ولكن في مساله الثقه دي تحديدا، الله يرحمه كابتن جوهري، كنا في احد المعسكرات، كنت انا لسه صغير في سن، تمام، صغير خالص، وكان هناك كابتن ابراهيم، طبعا كابتن ابراهيم حسن نجم كبير جدا طبعًا، ويمكن يعني افضل باك رايت جه في مصر في الفترات فكابتن ابراهيم كان جاي من اصابه طويله برضو جدا جدا جدا، وما كانش لعب ولا مباراه تقريبا يعني، تمام. فانا كنت صغير جدا، عيل صغير، ولد صغير يعني بالنسبه للمجموعه اللي موجوده، وكنت موجود مع المنتخب. فلما سالت، اعتقد كان علاء نبيل اللي موجود، قال لي انه الثقه شيء كبير جدا جدا. كانت وجهه نظر الكابتن جوهري انه الثقه، يعني انا ساعتها كنت المفروض انا اللي هلعب، تمام، وانا كنت متخيل، كده يعني، فاهم. فرصه فرصه وكده. فجاه جيت، لا ما يعني. فالمهم، فلما سالت بعد او لما كبرت كمان سالت يعني كابتن علاء وكده، كابتن قال لي الثقه عند الكابتن جوهري الله يرحمه كانت حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا جدا، لانه اللعيبه دي هو كان بيعتمد عليها طول عمره، تمام، او الوقت اللي كانوا موجودين فيه كان بيعتمد عليهم. فمن هنا انا اتعلمت ان الثقه دي مش غلط. انا كنت فاكر ان الثقه دي، لا انا بتكلم في الكلام اللي احنا كنا بنقوله. ماشي. فانا كنت فاكر ان الثقه دي حاجه غلط، فاهم؟ لكن كده معناها ان روي فيتوريا عندما يثق في احمد حجازي فهو عنده اسبابه مليون في الميه. طبعا عندما يثق في محمد النني فهو عنده اسبابه مليون في الميه. تمام. او اي اسم تاني، امام عاشور، مروان، ياسر ابراهيم، عندما يثق في اي حد يعني. ده مهم جدا تثق في اللعيب، بس مهم رد فعل اللعيب. وصلت؟ يعني مهم نثق، مهم نثق في اللعيب جدا. طب رد فعل اللعيب يبقى قد الثقه، صح كده؟ بس اللعيب معرض ان هو يكون كويس او وحش. وارد، وانا بقول لك ان ممكن مروان يبقى مبقاش افضل حاجه، مش افضل، بس انا اقصد يعني انت ممكن بكره تلاقي نفسك بتلعب بياسر ابراهيم، حلو، ومروان وامام وحمدي والاسماء اللي الناس كلها عايزاها والناس كلها مش عايزاها، مش افضل حاجه اللي الناس كلها متفقه عليها، وما يبقوش افضل حاجه برضه. وارد في الكوره، بس برضه هنرجع للخطوط اللي انت بتبني عليها من البدايه. انا ببني على الحاله الفنيه والذهنيه اللي هي الاخيره للعيبه، فانا باخد الافضل فبيلعب، ما باخدش اللي هو راجع من اصابه او مش في حالته او مش مركز او في الفتره الاخيره ما كانش بيلعب ويجي يبدا. ماشي، ما انت لازم تبقى عندك حاجه اسمها ايه، الخطوط واضحه. انت بتختار بناء على ثقه، ولا بتختار بناء على حاله فنيه اخيره، ولا معيارك ايه؟ المعيار بتاعك فني يعني. كمدير فني معيارك انت بتختار ازاي؟ لان انا يعني انا راجل على فكره مدرب شاطر، مين؟ انا قعدت معاه فيتوريا، قعدت معاه قعده يعني كانت قعده وديه كده، فاتكلمت معاه في الكوره وحاجات، هو عنده حاجات كويسه جدا، بس هي يعني انا بشوف من اللقطه الاخيره اللي حصلت مع
فاكر اللعيبه لما خرجت من نادي الاهلي وراحوا لعبوا ومش عارف ايه واتغلبنا من تونس الماتش ده، فاكر التصريح اللي بعد اللي بعد ده؟ لا، التصريح ده لازم اروح واقف عنده كده وعامل علامه استفهام كبيره. بيدل على شخصيتك. هو انت صاحب القرار ولا انت حد قال لك حاجه فانت طلعت تتكلم؟ اوكي، لو انت خدت كلام طلعت تتكلم يبقى دي، يبقى انت كده عندنا مشكله. هي بقى عندنا مشكلة. من هنا من النقطه دي انا بدات احط علامه استفهام كده على الشخصيه. عشان كده بدات اتابع بقى الاختياراتك بس هو اختياراته بنسبه 90-95% جيده طبعا، جيده او يعني اختياراتك متفق، بلاش جيده، متفق عليه اختياراتك بس في التشكيل لا كان في علامات استفهام تشكيل من البدايه. اختيارات من انا اقصد ان انت في خلينا حتى احنا رجعنا بس بقول لك على الشخصيه والتركيبه من بدري، فما هو وصلنا ان احنا النهارده ان احنا اختلفنا معاه في ليه ما يلعبش ده، وممكن اللي يلعب التاني ما يبقاش افضل. بس انا بتكلم برضو على الحاله أوكي. الفنيه مصطفى فتحي ده لاعب وحش، لازم يبقى له دور. هيلعب مش هيلعب؟ انا بقول لك مش هيلعب في البطوله من بدري اهو من قبلها. ليه؟ عنده امكانيات وعنده وعامل مع بيراميدز ماتشات هايله بس مش هيلعب. هيلعب مكان مين؟ لو انت لا انا عندي بص انت بعد الماتش ما بي يعني الماتش هو شغال انا العب اي حد واخرج اي حد طالما انا محتاج. اي حد واخرج اي حد؟ اي حد اي كلام. محمد صلاح؟ اقسم بالله اي حد. محمد صلاح؟ محمد اي حد تحديدا مش لا. هيديني محمد صلاح مش هيديني بالمستوى اللي انت شفته في موزمبيق. محمد صلاح يخرج طبعا. أوكي. محمد يخرج من الدقيقه 60 65 يخرج وننزل حد تاني. مش لا انت كمدرب قادر ان انت تعمل كده. يعني لو ما عملتش كده امشي. اوكي. لو انا مش يا جماعه لو انت مش صاحب قرار في مكان سيبه وامشي. لو انت مش تبقى صاحب قرار تبقى عندك شخصيه ومسؤوليه امشي من المكان. ممكن فيتوريا يكون قراره عكس قرارك ان انا محمد كده كده انا واحد من الناس عكس تمام. قرارك ان انا لو انا المدير الفني مش هطلع مش خوفا ولا بتاع، ولكن ان محمد كده كده لازم يفضل موجود لغايه اخر ثانيه. وجهه نظري. وجهه نظر يعني اقصد ان هي مدارس بالمناسبه. مدارس بالظبط. انا هي ليها حاجه مهمه، حاجه نفسيه تاثر على الفرقه الثانيه ان هو لدوره مهم وموجود. لا واخد بس هي ليها حاله نفسيه برضو عند لعيب ثاني. صحيح، ولكن الكل كل يعني واحد عنده فكره في الكوره. بس انا بشوف دايما المدرب لما بيبقى عنده شخصيه واللعيبه بتحس انه عنده شخصيه وصاحب قرار على كل الناس. هو الشخصيه ان انا ده مهم جدا. صلاح. لا لو مش كويس شخصية. لا ما هو انت لو كويس كويس مش كويس بتلعب انت كده ما عندكش شخصيه. لا ازاي ازاي يعني انت لا بس هو محمد من يعني هو ما تزعلش مني هو ميسي طبعا كل شويه اقول هذه الكلمه مع قياس مع الفارق في القياس تمام. يعني ولكن هو محمد ميسي لما يجي يبقى وحش في ماتشات ما هو في ماتشات مع الارجنتين مش ميسي ما لمس الكوره تمام و بس انا بشوف النجوم انا وجهه نظري في الموضوع ده ايه ان انا لما بشوف النجوم اللي زي ميسي كريستيانو في البرتغال محمد في مصر ساديو ماني في السنغال بقيه كل واحد في 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 منتخب بلده بيبقى ليهم وضع خاص طبعا. وضع خاص مش وضع خاص في حاجه لكن حتى من الناحيه الفنيه مجرد وجود محمد صلاح في الملعب فهو واخد عين اللي جنبه واللي ماسكه واللي بيغطي عليهم تمام فده يدي فرصه لمصطفى محمد او طبعا زيزو على اعتبار ان الفكره دايما كانت لما نيجي نتكلم فني اكتر ونخش في الفني ان الفكره ان محمد هو اللي ينزل ويبقى زيزو هو اللي من ظهره او مصطفى محمد اللي من ظهره علشان تفضي مكان مع محمد ده ما حصلش ولا مره في الماتش. ايوه ما انا ده اللي انا بقوله لك النهارده لو انا مش بقول يبدا ما يبداش يعني هو لازم يبدا ولكن السيناريوهات السيناريو بتاع الماتش بيتغير لو انا حسيت ان دوره اللي انت بتقوله ده بدا يقل لازم ادخل حد تاني. اوكي فاهم انا اقصد ايه؟ يعني مش احنا مش ضد صلاح ولا احنا بنتكلم على لا انت بتتكلم بشكل عام لا انت بتتكلم في احسن لاعب في العالم بس هي الـ الـ الدور لو انت مش لو انا عامل سيناريوهات لكل لعيب انا عايز منك ايه؟ لو الدور ده قل او الدور ده ما بقاش موجود لازم يخرج ولازم يدخل حد تاني. انا ده اللي انا بشوفه. أوكي. وعلى اي لعيب ايا كان هو مين؟ انا يعني بشوف برضو جوارديولا في برشلونه كان ما عنده ايتو كان احسن لعيب من احسن لعيبه او راس حربه في العالم ده مشاه ما بحبوش لا ما اقصدش انا اقصد لان طريقه لعبه مختلفه لا انا اقصد ايه انا اقصد ايه ايوه ما كان عنده طريقه لعبه مختلفه انا اقصد كان عنده يعني وداخل كان لسه مدرب بيبدا صح انا اقصد ان انا مش عايز اتمنظر عليه ولا عايز اهاجمه انا كل فكرتي ان ما بتخدمش طريقه لعبي او اسلوبي شكرا اذا لو كانت بتخدم اسلوبي انا اسلوب الشوط الفني اللي جاي فخلاص فخليك موجود خلاص زي ما انت عايز بس انا بقول لك طالما هو دوره مش موجود شكرا ودخل حد تاني يبقى ليه دور فدي برضو مهمه طبعا. هي بترجع في الاخر لتركيبه كل مدير فني بس انا بتكلم من الاختيارات من بدايه
فيها أزمة، عملت لك أزمة، دخلت البطولة عملت لك أزمة تانية، الاختيارات حتى الناس اللي جاهزة في الماتش عملت لك مشكلة، فبقى عندك شوية مشاكل، فلازم تحلها ان انت تكسب عشان تبدأ ترتب ورقك تاني بهدوء. يا رب نكسب ويا رب يعرف يحلها بكرة. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نتكلم أكثر فنيا عن مباراة الموزمبيق اللي هتكلم عنها بسرعة جدا، ونروح بقى للمباراة الأهم بالنسبة لنا، كيف يستطيع، أو السؤال الأهم، كيف يستطيع منتخب مصر أن يفوز على منتخب غانا في مباراة بكرة إن شاء الله الساعة 10. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كيف يستطيع منتخب مصر أن يفوز على منتخب غانا وفنيا وكل حاجة؟ الرغبة، يعني تمام الرغبة والإصرار والحماس طبعا لأنه ده كان واضح في المباراة الأولى. بالظبط. بص هقول لك حاجة، أنت ما تقدرش تتكلم على حد فنيا، لا دي كل اللعيبة اللي في منتخب مصر سواء احتياطي أو موجودين فنيا وحلول فردية وحلول جماعية ومثلثات في الملعب وطرق لعب مختلفة وتلعب مش عارف بطريقة، حتى لو كانوا وحشين في الماتش اللي فات، حتى لو كان أي حاجة الرغبة موجودة، فإذا كل ده علي، لو ده علي مع الرغبة اللي أنا بتكلم عليها، لا هتكسب وتكسب مستريح كمان، مفيش مشكلة، عندكش أزمة. اه طبعا الناس تقول، أنا امبارح قلت، أنا قلت يا جماعة إحنا ممكن جدا جدا بكرة نكسب. أنا وجهة نظري شايف إنه ممكن نوصل لتلاتة والله. لأن أنا قعدت اتفرجت على، أنا ما كنتش اتفرجت على مباراة غانا وكاب فيردي، لأن كنا على الهوا هنا، كنا ما كنت معانا على التليفون. كنا على الهوا هنا، فانا ما اتفرجتش عليها غير تاني يوم او حاجه. فشفت ان منتخب غانا منتخب كويس وكل حاجه، بس مش غانا، بس مش الله، مش غانا يا جماعه والله. واحنا بس الاسم، لسه الاسم، بس هو مباراه كلاسيكيه ما بين القوتين كبيرتين وكل حاجه. والله احنا اقوى بكتير، بس انت اقوى، اقوى بكتير في مستواك العادي، بلاش العادي 70-80% هتكسب يعني. مستريح. انت عندك طب كويس، برضو الحمد لله ان انا لقيت حد. لا والله احنا عندنا، احنا عندنا تاني هقولها لك، احنا يمكن انا شادين شويه على صلاح، بس في الاخر صلاح لعيب مهم جدا. انت بتتكلم في احسن لعيب في العالم، مع احترامي للاختيارات واللي بيحصل، الاونطه اللي بتحصل دي سيبك منها، صلاح اهم لعيب في العالم او احسن لعيب في العالم دلوقتي. يبقى احسن لعيب في العالم تطلعه؟ لا اطلعه لو مش في حالته. اوكي ماشي. يعني ده منتهي لما انضغط بالنسبه لي. بص انا مدير المكان طبعا، منتهي، ما فيش حد اعلى مني كمدير فني ايا كان هو من لعيب مين. بس في الحاله دي انا بتكلم ان انت لازم، لو ما هو لا احسن لعيب في العالم ده لو وصلنا بيه 80% اللي انت قلت عليها، احنا رحنا فين؟ نقلنا نقله تانية خالص. مش محمد بقى، كل اللعيب، تريزيجيه لعيب مهم جدا جدا، لو وصل في حالته 80 هيفرق معاك كتير جدا. مصطفى محمد الوحيد اللي بيحاول صراحه، يعني مجتهد جدا وبيحاول يبقى موجود في كل حاجه. ناس في نص الملعب لو عملت 80% من مستواها، حمدي فتحي ده لو 80% من مستواها انت نقله ثانيه، امام عاشور نقله ثانيه، النني نفسه نقله ثانيه، كلهم انت بتطلع اي، حط اي ثلاثه. بس انا بكلمك لازم يبقى الحاله الذهنيه والتركيز والرغبه موجوده. لازم ننسى قصه بقى الرطوبه، احنا يعني ما حدش هيستحمل الكلام ده يعني، خلاص عدينا. لا 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 خلاص، ما فالرغبه هتعدي تكسر ده. يعني دايما كان يقول لك ايه، في وقت كده لما تحس ان نفسك مش موجود لازم تروح قارص عليه قرصه، القرصه دي تعديك التعب، تعديك الحته دي. في ناس ما بتعرفش تعديها فبتقف، خلاص شكرا، انت لازم تروح قارص قرصه اللي فوق التعب شويه عشان تروح معدي والدنيا تمشي. فاحنا محتاجين القرصه دي في الماتش ده، واتوقع ان بعد اللي حصل والقلبان اللي حصل في مصر اللعيب مش هيبقى عنده فرصه ان هو يتدلع، يعني ما اتوقعش. بالمناسبه كابتن رضا وانت كده، هل اللاعبين بيبقى عندهم الرؤيه اللي انت بتتكلم فيها دي؟ ان انا بشوف ان في قلبان في مصر. طبعا انا عارف ان طبعا، بس انا بقول للناس يعني منتهي. بص، ومهما طلع اللعيب يقول لك ما بتاثرش، بيتاثر، بس الفكره انت بتاثر قد ايه؟ لان احنا بني ادمين. صح. لو جالك تليفون، انت هقول لك حاجه، احنا قاعدين اهو بنضحك، لو جالي رساله ما عجبتنيش هتضايق، بس الفكره بقى ان انت طبعاً هتعمل لغايه امتى، ستوب امتى؟ يعني هل صلاح لما بيتهاجم ما بيزعل؟ هو يطلع يقول لك بس بتزعل، بس هو بيعمل شكرا ويكمل في اللي بعده، اللي بعده. انت عندك لعيب المصري لا شويه، عشان احنا ما عندناش حته الشغل على حته، يقعد زعلان منك شويه وبتاع وممكن تليفونات ويومين وثلاثه ويعاتبك ويلومك، وانت قلت كده ليه، وانت عملت. الموال بيبقى كبير شويه عندنا في اللعيبه في مصر، بياخد وقت. انما اللعيبه المحترفه شويه عشان بيشتغلوا على الحته النفسيه وحته انت لازم تعدي، ولازم في ازمات في حياتك، ولازم ده مهم جدا ان اللعيب يعدي الكلام ده. انت عارف سبب من اسباب النجاح اللاعبين الكبار اللي انت بتتكلم فيه، ان هو بيزعل وكل حاجه، ولكن طبعًا بيعمل الكات بتاعه ونقطه من اول السطر. ولازم هي الفكره في كلها ان انت حياتك الشخصيه اللي هي بره الكوره عامله ازاي. انت لازم تبقى فاهم ان الحياه اصلا فيها عقبات موجوده.
الحياة فيها صراعات موجودة، الحياة فيها ناس هتعطلك، الحياة فيها ناس هتوقفك طول الوقت، على فكرة ده موجود. لو أنا مقتنع إن ده موجود ما مهما يحصل ما خلاص ما أنا عارف إن هو جاي. إنما إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتفاجئ إن الحياة كده، لا هي مش كده، هي كده. هو الصراع والمشاكل هي موجودة، والناس بتشدك لتحت ده موجود، وناس مش ما بتحبش الخير، في ناس ما بتحبش الخير لحد، اه ده موجود طبعا في موجودين وفي ناس بتهاجمك من باب الهجوم. فانا لو انا عارف ان ده اصلا موجود في الحياه وفي الدنيا خلاص انا هعدي الازمات دي سهله جدا. انما في ناس بتحس ان هي بتتفاجئ، انتوا بتهاجمونا ليه؟ انت بتلعب كوره، انت عايز الجمهور كده، لا هو انت عايزه هو مين اللي حطك فوق؟ يعني انت النهارده كان يعني في وقت من الاوقات لما جمهور الاهلي لما بيقفش على اللعيبه، طب ما انت زعلان ليه؟ ما انا مطلعك السما، فلما انا طلعك السماء بقى جميل، ولما انزلك الارض تزعل مني؟ انا دايما اقول للعيبه خدها على بعضها، لعيبه النادي الاهلي كده اقول لهم، ما بنتقابل مقابلات شخصيه يعني، ما بقعد معاهم بقول لهم، يقول لك يا كابتن احنا شادين علينا جمهور، اقول لهم يا جماعه هو مين اللي خلى الجمهور يشد عليك؟ ما هو الجمهور هو اللي حطك في سبع سماء، فبالتالي من حقه يحطك في سبع ارض. بالظبط، فلو حطك في سبع ارض اصبر يا اخي شويه، لانه في ثانيه واحده بيرجعك سبع سماء تاني. وحتى لما بيطلعك في سبع سماء هو مش بيطلعك كده، هو صح. بيطلعك عشان انت عندك امكانيات هتوديني هنا. صح، لما انا النهارده الامكانيات دي ما بتظهرهاش او بتبخل عليا كنادي، النادي الاهلي مثلا، ما انا مش هسيبك، مش هسيبك. يعني الله احنا بنهزر. ومين بقى من وجهه نظرك اللي بخلان في المنتخب مصر؟ لا الماتش اللي فات كله. ايوه. لا لا مفيش، ما بستثنيش حد في المنتخب. مصطفى محمد. يعني باستثناء مصطفى محمد اللي بيحاول طول الوقت صراحه، انما باقي اللعيبه كلها بخير. يعني حتى لو مش موفق، خلي بالك في فرق ما بين عدم التوفيق والمحاوله. هو على طول بيحاول، على طول بيحاول، بيجري وبينهش هنا وبيجري هنا وبياخد من هنا يعني في فرصه جات له ده انا يعني هو الاستلامه بس، بدل يعني بدل ما تبقى لبره لو خدها جوه خلاص. شكرا. صح. دي اللي فرقت، دي برضه الماتش خلص. بكره المدير الفني يعني واضح من كلامه ان هناك تغييرات هتحصل في الفريق، بغض النظر انا يعني انا مثلا مش فارق معايا هو التغييرات دي بتحصل ليه يعني، او طريقه تبريره او تفسيره للتغييرات بكره ايه، مش فارقه معايا انا، المهم تحصل التغييرات اللي مش الاسلام عايزها ولا الرضا عايزها، اللي هو شايفها تكسبني، اللي هو شايفها تكسبني طبعا. التغييرات دي من وجهه نظرك، هل التغييرات دي من المفترض لان هي واضحه هتيجي بشكل ايجابي ولا بسلبي؟ لانه خلي بالك ما ممكن تيجي بشكل سلبي، ولا انا بتكلم غلط؟ انا شايف هو غير او ما غيرش هتبقى ايجابي. يعني ايه؟ يعني الرغبه في المباراه دي او التركيز في المباراه دي يعني غير اللي فاتت، يعني اي 11 هيلعبوا هيبقوا مركزين جدا ويعملوا اقصى حاجه. اوكي، فمش هتلاقي الحاله بتاعت الماتش اللي فات حتى لو لعبت بنفس الناس. حلو. اللي انا اقصده حلو جدا، يبقى انا هنا وصلت نسب التركيز ونسب الكويس ان انا 100% مثلا، ال 100% دلوقتي كلهم قدامي بس كده. انا اختار بقى الافضل، المفروض الافضل مش اللي انا واثق فيهم اكتر، لا الافضل. ما احنا هنا رجعنا لل ايوه ده اللي انا بقول لك عليه، الافضل الافضل. أيوة. في الوقت بتاع التمرينه بتاعت اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول بالظبط كده. بالظبط، ولا انا بتكلم غلط؟ المفروض. وحاجه ثانيه، في اوقات في الكوره حاجه تقول لك ايه، ممكن اسلام شاطر يبقى احسن باك رايت في مصر، تمام، بس بيلعب واحد 8 حمدي فتحي جنبه، بس انا بوظ اللعب يعني هما الاثنين مش عاملين، هو ده اللي حصل الماتش، فاهم انا اقصد ايه؟ فيبقى اسلام ما يلعبش، يلعب حد تاني. ما هو خلي بالك، ما هو دي الفكره، هل حد ما يقولش ان زيزو ده احسن لعيب من احسن لعيب في مصر؟ زيزو لا طبعا ما فيهوش كلام، خلاص مفيش كلام. طبعا، ولكن ولا هو عارف يلعب، ولا صلاح عارف يلعب، ولا هاني عارف يلعب. بالظبط كده، يعني ولا بتساعد هاني، ولا هاني بيساعدك، ولا محمد بيساعدك، فانت بالتالي مش باين زيزو اللي احنا عارفينه. عايز حاجه تانية كمان، هو زيزو يا جماعه يعني خلى بعض الناس تطلع تقول لك ان ده لعيب محلي، لا انا شايف ان زيزو لعيب جامد جدا. لا 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 جدا، هقول لك بس هو ليه الناس شايفه كده، بس في حاجه الناس تشوفها برضه. اتفضل. انا برضه زيزو من الناس اللي في طريقه اللعب دي هو اكتر واحد مظلوم. ليه؟ جدا. ليه بقى؟ لان صلاح لما بينزل تحت وزيزو بيعمل ايه؟ بيطلع فوق، بيطلع لاقصى حاجه المفترض. بس احنا ما شفناهوش بيطلع لاقصى حاجه. لا يعني هو المفروض بيطلع لاقصى حاجه، فلما بينزل لاقصى حاجه، ده مجهود. فمجهود كبير، خلي بالك هو في الزمالك ما بيعملوش. لا ما بيعملوش، صح كده؟ لا في الزمالك دايما تشوف زيزو وهو معاه الكوره فحالته تبقى البدنيه كويسه، انما وبياخد الكوره من ال 30 40 50 يارده الاخيره، او يعني هنا المجهود كتير بدني بيعمله كتير، فانت مستني منه فني، فمش هيديك فني اللي انت عايزه، لان انت مخلص عليه فني بدني. طيب ما هو انا اللي شايف طريقه اللعب. ايوه حبيبي، ما هو انا المدير الفني، انا اللي حاطط كده، انا اللي حاطط محمد هاني قدامه زيزو بيقفل عليه، قدامه محمد صلاح بيقفل عليه، وبدخل محمد صلاح جوه، فبالتالي لما يجي زيزو داخل لجوه يلاقي محمد صلاح فيقافل. طب يعني ما الدنيا قافله على بعض. انا وجهه نظري منتخب مصر افضل حاجه
6 8 ال 80 لفوق ما يطلعوش بره. ده وجهه نظري. انا بشوف ان ما يلعبش 8 ده لو حتى انت عايز تلعب 8 6 و9 و10 ماشي. بس انا اقصد يعني اتنين حتى طريقه اللعب اتنين ديفندرين فاهم، مروان والنني، مروان وحمدي، مروان وطارق واي حد من الاسماء اللي هي اللي بتقف تقدر تقف فاهم. خلاص ادي اتنين واقفين وحط قدامهم عايز تدخل صلاح تحطه ماشي، عايز تدخل مرموش تجربه جنب مصطفى تحت مصطفى ماشي. وجنب مصطفى ماشي، عايز تدخل زيزو مع ان انا بشوف ان زيزو جوه بيبقى بعيد خالص، لا ما ينفعش زيزو جوه زيزو طرف. يعني عايز احط مصطفى فتحي عايز ادخله جوه شويه ماشي، ما اعرفش. انا بشوف يعني انا بميل دايما للثمانيات ماشي. انا يعني انا كراجل الحته الفنيه دي بحب لان فكره الثمانيات دي بالنسبه لي، بس الثمانيات اللي هي ايه؟ 86 الثمانيتين دول ايه؟ دايما في خط طولي ماشي. ما يفتحوش الملعب، ما احبش انا ما بحبش اطلع من نص الملعب فاخلق مساحات، اللي هو انا دايما عندي مشكله ان مين اللي يعمل الثمانيتين اللي انت بتقول عليهم دول؟ امام وحمدي فتحي. طيب امام وحمدي ومروان ده الثلاثي اللي انت شايفه يلعب بكره. انا شايف ان ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو اللي هو الثلاثي اللي يطلع ويرجع، يعني ياخد لغايه ال 18 او جوه ال 18 كمان صح؟ بالظبط، يدخل بيكمل عادي في الحته الهجوميه موجودين، هم عندهم اصلا الرغبه دايما ان هم موجودين في الحته دي، وامام عنده حته ثانيه حتى لو انت عايز يطلع على الطرف بيطلع بالظبط، فيدخل تريزيجيه او يدخل مرموش في قلب اللعب مفيش مشكله، لو هو طلع في واحد مرموش ولا تريزيجيه بكره؟ انا حاسه هيلاعب مرموش، بس انا بشوف تريزيجيه برضه، انا تريزيجيه من لعيبه خطر جدا 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 في منتخب مصر، ومن اهم لعيبه في منتخب مصر في الاخر 7-8 سنين. صحيح، اهم لاعب في منتخب مصر. انا معاك. فلا يلعب تريزيجيه، مش معنى برضو ان هو الماتش ده ما كانش في حالته ان هو يلعب، يعني في ناس تلعب برضو تاني يعني حتى لو مش في حالتها هتلعب. يعني بقى ما يعني ده ثقه ومش ده ثقه؟ لا ما هو نفس الكلام. لا تريزيجيه معاه الفتره الاخيره في الماتشات الاخيره ماشي كويس جدا. حلو. اللي هي الفتره بقى اللي هي احنا بنبني عليها برضو اللي احنا اتفقنا عليه. بيجيب الماتشات في الماتشات التصفيات لا الدنيا ماشيه مع تريزيجيه كويس جدا. حلو. كانت حالته كويسه. انما الناس التانيه ما كانتش حالتها كويسه وبعيد هم بيلعبش كتير بقالنا فتره بنشوف هم صح كده، يعني نفس طريقه لعبهم مختلفه عن الاول بالزبط. عن الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. هو حد معلش مع احترامي لاي حد في الكوره، في حد في الكوره في مصر يختلف على حجازي؟ لا ما حدش يختلف على حجازي. لا لا مستحيل. لا لا بس في وقت غصب عنك هو مش في حالته جدا، فوارد ده في الكوره يا جماعه موجود ما فيش مشكله، يبقى مين الاقرب اللي يلعب اللي انت مطلعه اصلا بره الفرقه هو مش موجود في التشكيل معايا، هو ده مش منطقيه برضه. معلش يا رضا، طيب انت راجل مدير فني تمام، انت حطيت حجازي يلعب ماشي، وحطيت الاحتياطي بتاعه علي جبر ماشي، وطلعت بره الساعه السويسريه بتاعتك احمد سامي وياسر ابراهيم، هل ممكن الماتش اللي بعده تلاعب ياسر ابراهيم او احمد سامي اللي بره وتجيب علي جبر اللي كنت مقعده احتياطي؟ الناس هتتريق عليك لو عملت كده. ما هو ده اللي انا بقوله. ايوه طبعا حبيبي، ما هو ده اللي انا بقوله. بكره احمد حجازي هيلعب بنسبه 90-95%. لا هيلعب. انا في الكلام ده كده لانه انا دلوقتي انا كمدير فني حجازي اللي انا حاطه قاعد احتياطي سوري لا. علي جبر اللي انا حاطه قاعد احتياطي. انت بتحط الاقرب، ده بالطبيعي التسلسل كده في الملعب، احتياطي ناس بره، اللي بره ده مش يعني ما بقاش في حساباتك. حلو، بس انا سؤالي هل ممكن وانا قاعد بفكر كده أو لا انا غلطت ان انا حطيت احمد حجازي او لا بلاش لان احمد يستحق ان هو يلعب في اي وقت بصراحه، ولكن غلطت ان انا حطيت علي جبر والمفروض كنت احط ياسر عشان ولاعب ياسر مثلا، طب اشوف ياسر الماتش اللي جاي ولا ده صعب؟ لا انا اجيبه من بره احطه. لا صعب صعب، لان انت كده بت ايه بت ايه ما انا مش فاهم. انا بحاول يعني انت بتحط علامه استفهام عليك كمدير فني كبيره، ما هي مش منطقيه. ازاي من بره يدخل يلعب؟ غلطت ورجعت، لو عملت غلط صححت غلطي. لا مش الاجانب مش كده يعني لا ما بيحسبوهاش كده. بيحسبوها ازاي؟ بيحسبوها ليهم حسابات تانية كتير شخصيه، وانا الحته الايجو يعني الحته دي عندهم عاليه شويه، ما يعملوهاش يعني. والله ما يعملوهاش عندهم الحته دي، صعب ان هي يعملها يعني. بس انا احنا بنتكلم في الترتيبات اصلا تاني، ارجع بقى اللي احنا اتكلمنا فيه من البدايه. الترتيبه من بدايتها غلط، فهتلاقي كل واحد انا كنت حاطه بره خالص اجي العبه ماتش زي ده. انت فاهم انا اقصد ايه؟ معناها بقول يا جماعه انا غلطت وانتوا صح، فانا بلاش انتوا صح انا غلطت فبعتذر لكم. المفروض يعني انا شايف ان هو يجب عليه ان هو
يعمل كده في ماتش بكره؟ كمدير فني شخصيه صعبه، شخصيه هنا مش هيعمل كده. اوكي. احسن انت كانت ترتيباتك من البدايه الاولويه، يعني واحد واثنين وثلاثه، طول ما انت مرتبهم غلط يبقى عندك مشكله. ما هو واحد واثنين وثلاثه في كل مركز. مشكله واضحه اهي. ده اللي انا اقصده. يعني انت بنيتها من الاول كل اللي اتبنى غلط هتبنى ليه كله غلط. هل من المفترض دلوقتي ان انا لو انا بفكر ان انا لاعب بكره، طيب قول لي تشكيل من وجهه نظرك. أنا بس نفس واحده واحده كده. لا قول لي واحد واحد عشان نتكلم فيه. انا بقول لك نفس اللعيبه الاثنين السردباكين حجازي وحجازي موجودين. قبل ما تكمل انا دلوقتي بتكلم على محمد المنعم وحجازي. محمد المنعم كده كده ما فيهوش اختلاف عليه، تمام، صح؟ الحجازي وما فيش اختلاف على حجازي برضه، ولكن هو حجازي يعني ايه، من الواضح ان هو من بعد اصابته عنده مشكله، فبالتالي ممكن جدا ان انا العبه اقعده الماتش ده لو انا مدير فني وبفكر بقى. طب انا اكمل بس اسالها لك سؤال ثاني بقى. فضل. ما تديني ساعه هرد اسالك. طيب مين اثنين وثلاثه؟ ما هو ده اللي انا كنت لسه هقوله. ايوه طيب انا كمدير فني افكر اقول ايه؟ طيب هل انا لو احمد حجازي مش هيلعب بكره فانا دلوقتي بفكر ما بين احمد حجازي وعلي جبر كمدير فني؟ العب احمد حجازي، صح كده؟ ما هو ده اللي انا قلته. مليون في المية. ما هو ده اللي انا قلته من البدايه، اللي هو ايه بقى؟ ارجع للبدايه اللي هو واحد اثنين وثلاثه. ما هو ده انا بسالك انت. ما هو انا ده اللي لا هلعب حجازي. ايوه لا أهو. انا دلوقتي بقارن ما بين علي حجازي وعلي جبر. ما بقارنش ما بين ياسر واحمد سامي وعلي جبر بناء على اختياراتك الاولانيه ان انت او قناعتك. لا قناعتك لواحد واثنين وثلاثه. انت بتتكلم يعني ده المفروض، صح؟ ايوه طبعا. ما انت بتختار من مين؟ انت بتختار بين الاثنين. انا بالنسبه لي حجازي، صح كده؟ لان انت باني من الاول مين واحد واثنين، خلاص حجازي وعلي. انت مرتب خلاص، يبقى هو. لا انا بالنسبه لي حجازي يلعب طبعا. يا لهوي. هاني يلعب. هاني ولا عمر؟ هاني. عمر كمال. هاني. هاني. ده هاني بدون اي. ما هو هاني ليه؟ ما انا عشان لما هحط مروان سته، ما هو تشكيلتي لما احط مروان سته هيبقى مناسب. سيبك بقى من اللي قبل، احنا بنتكلم في ما هو دلوقتي المفروض يحصل بقى. يعني انت دلوقتي شناوي، منعم، حجازي، هاني، فتوح ولا حمدي؟ حمدي. حمدي يبقى حمدي. لا انا عشان برضو تاني فتوح بقى له فتره طويله بعيد ما بيلعبش يا جماعه. الموضوع مش بس كده. هنا ممكن اقول لك فتوح لكن ممكن اديله 50 60 دقيقه شوطين. لا ما هو انا ممكن اديله 50 60 دقيقه من البدايه. ما هو ماتشات زي دي ممكن يخلصها لك بمهاره من المهارات بتاعته، بتاعت فتوح تحديدا. انا لو انا هخليه شوطين. اوكي. استغله الشوط الثاني. تمام. وعنده امكانيات. يبقى محمد حمدي، هاني، حجازي، منعم، شناوي، محمد الشناوي. ده موضوع دول خلصنا. خلصنا. سته مروان. سته تمنيتين حمدي فتحي وامام عاشور يلعبوا. اوكي. الجزء اللي قدام صلاح ومصطفى وتريزيجيه زي ما احنا. يبقى انت ما عملتش اي تغيير غير في وسط الملعب. الاثنين ما خلي بالك انت نص ملعبك وفرقتك. جدا انا معاك. منتهي. ما هو ده اللي بان الماتش اللي فات، خلي بالك. أيوة. كل الكوره كانت رايحه علينا. يعني محمد زميلنا محمد مصطفى كان معانا امبارح وراني كوره الفرقه بتاعت مصر كلها واقفه لبره كده، والحته اللي في النص دي. ايوه بالظبط كده. ليه؟ اللي انا قلت لك من شويه ان بيطلع بالثمانيتين بره. ما انت تطلع بالثمانيتين بره كل لعيبتك بقت بره. اللي بقى موجود جوه مين؟ سته وسردباكين. اي مشكله يعني ما هو ده اللي حصل في الماتش الثاني. الجون الثاني بس الجون الثاني تهور شويه من حجازي. يعني مش حجازي يا جماعه اللي يعمل كده. اقسم بالله كل كوكتيل مشاكل. هو كوكتيل على بعض. هو صحيح. مش هنقدر نقول حجازي ده هو كله على هو حجازي اللي شال الشيله يعني. لانه برضه بص تسرع ولا عمل ايه؟ مش عارف. الاربعه اللي ورا الباكين والسردباكين عندكم في حاجه لازم قاعده ثابته. اوعى تنزل على الارض غير لما تبقى متاكد مليون في الميه. ليه؟ لان انا ما عنديش فرصه ان انا بعد ما اتزحلق اقوم والحق. لا مش انما وانا بجري انا بجري هخبط وراه. لا انا بالظبط كده تروم بيخبط حاجه اسمها حتى لو هو والله يعني هو حتى لو فرق سرعه الراس حربه هو رايح الماتش اللي فات على الشناوي عمل ايه؟ دخل وقام عامل رجله كده حطها له كده بالراحه خالص ناحيه على شماله. هو يعني هوش وحط ليه؟ لانه عارف ان هو اللي وراه. انا اقصد ايه يعني انت لما اتزحلقت النهارده ورحت قايم تجري ورا الراجل اي راس حربه لازم قبل ما يحط رجله في الكوره لازم قبلها بخطوتين بيهدى. صح. حتى لو انت بطيء هتلحق. يعني اقصد ايه؟ هو بيعمل اقصى حاجه لما بيجي يقرب عشان يبدا يحط الكوره لازم يعمل ايه قبلها بخطوتين؟ يهدى عشان يفكر هيعمل ايه. في الهدوء ده انت ممكن تلحق، انما لو انت على الارض شكرا الموضوع انتهى. هرقص وهعيش ومفيش حاجه جد ورايا. هي دي الفكره. طيب بهذا التشكيل هل انت من وجهه نظرك ان منتخب مصر قادر على الفوز؟ 80% من التركيز والحاله الفنيه، 80% تكسب مستريح. 80% تركيز ورغبه، 80% تركيز ورغبه
تكسب، تكسب مستريح كمان. مهمين جدا تغييراتك. لا ده بيبقى على حسب بقى على الدنيا دايره. يعني ده ما ينفعش، ده ما تبقاش تبقى قبلها، لان انت ممكن تلاعب مش في حالته، لعيب مش مركز، لعيب ما بيقديش اللي انت عايزه منه، دي حاجات بقى لازم تحصل في وقتها، دي لايف. ما ينفعش تقعد تغير فيها حاجه. لا يعني لا ما اعرفش، لكن هيبقى معاك زيزو، هيبقى معاك مرموش، هيبقى معاك مرموش له دور، لازم مرموش يبقى له دور مهم. لان مرموش عنده ميزه مهمه جدا، هو مباشر، ما بي يعني ما بنحاول ما يحاولش راح للجون على طول، عايز يروح ويشوط ويعمل. فدي مهمه، دي مهمه جدا والله. طبعا يعني فتوح لازم يبقى له دور، لازم يبقى له دور في الماتش. فتوح طبعا، فتوح لعيب تكتيكيا عالي جدا يا جماعه. جدا جدا يا جماعه، انا بشوفه يعني دماغه كوره. وعارف اللي هو ايه، انا بحب دايما في لعيب الكوره، انا مش محتاج اعمل مجهود عشان اوصل الكوره، يعني ممكن توصل باسهل حاجه. ايه اسهل حاجه؟ اتفضل. احنا في ناس بقى تقعد تعمل يقعد يلف ويدور ويضرب ويخبط ويعمل وبتاع، وهو في الاخر تبص الكوره. طب ما تبصيها من الاول. عشان كده دايما الكره العالميه اختلفت في ايه؟ سهل الممتنع خالص، مفيش. ما انت بتشدد نفسك ليه؟ بمعنى تشدد نفسك ليه؟ الموضوع سهل وانت واقف. بص، مفيش حد دلوقتي تقريبا بقى لنا 10 سنين، بقى هو ميسي بس الوحيد اللي بيرقص في العالم كله. الباقي كله شغل كوره، لمسه ولعبه، لمسه ولعبه، لمستين، لمسه ولعبه، لمستين، شكرا خلاص. وتحركات جوه الملعب بس خلاص. انما حد بقى بيمسك الكوره ويعمل بقى زي زمان الرق ترقيص والكلام ده اتلغى. لا لا، ما بقاش موجود. لو مارادونا ياخد الكوره من وسط ال 20 واحد، الكلام ده ما بقاش يعني. يرقص ال 11 بتوع ال 10 بتوع الارجنتين وال 10 11 بتوع ما بيحصلش. ما بقاش في منه. اتلغى الكلام ده، وما تعملش مجهود على حاجه مش مستاهله. يعني انت عندك 90 دقيقه. انا ممكن اطلع في ال 90 دقيقه دول وانا واقف في الدقيقه 90 بعمل سبرنت 100%. وممكن اوصل ل 90، ممكن اوصل ل 60 وانا مش شايف. توزيعك انت طبعًا. بتعمل ايه اللي يستاهل ان انا اعمل سبرنت وايه اللي ما يستاهلش، ايه اللي يستاهل ان انا اضغط وايه اللي ما يستاهلش. اوكي، احنا اوقات بنحسبها غلط عندنا، ان اللعيب اللي بيتزحلق كتير وبيعمل مجهود ده راجل. برافو. لا، هو مش راجل، ده هو بيشتغلنا. يعني اوقات دي اشتغاله، لان في حاجات ما تستاهلش. اوقات لا، انا الكلام دايما مش في العموم. بس انا اقصد ايه يا عم، يعني مش محتاجه تتزحلق والناس لا، انا يعني ممكن وانا واقف اروح واقف واخدها ومشي. لا يرحمه كابتن ثابت البطل، كان بيعمل حاجه ظريفه جدا. انا دايما ادي مثال من الناس الجيل القديم، ما كانش بيعمل بتراي، بيروح واخد خطوتين وماسكها واقف. فناس تقول لك، فناس بتشوفها سهله. في واحد تبقى عامله ايه، مش هقول اسمه يعني، تبقى تحت العارضه، جون بره تحت العارضه، يمسكها كده واقف، يروح عاملها ونازل على الارض عشان الجمهور يسقف. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده هدفه جمهور شو، والتاني الكره سهله. ده بقى ثابت البطل والتاني بقى غيره. انا اقصد ان انت في الاخر الحمد. هي الفكره، الكوره دلوقتي بقى العالم كله كده، تلاقي الناس كلها واقفه شيك كده، لعيبه مش باين عليهم التعب. وفين وفين لما بيروح عامل واحده اللي هو اللي محتاجه، اللي محتاجه بس، انما غير كده مش هتلاقي الريتم عالي خالص. سريعا بقى عشان وقتنا بينتهي، شايف بطوله الامم الافريقيه ازاي؟ انا كنت متخيل أنا كنت متخيل اقوى من كده. يعني ريتم الكوره فيها مش عالي، يعني الشغل الفني مش حاجه جديده يعني، ما حسيتش. لا، كنت متخيلها اقوى بسبب المحترفين اللي موجودين بره، ولكن هو برضه عامل الرطوبه واضح ان هو مأثر على كل الفرق. بس انا بقول ممكن مع الماتشات وعامل الوقت، طول ما هم قاعدين هناك ويتعودوا على الجو شويه، الدنيا هتختلف الفتره اللي جايه. طيب مين من المنتخبات لفت نظرك؟ يعني شفت قلت ده فريق منتخب هيكمل. السنغال. في حد تاني بعد السنغال؟ المغرب مركزه قوي فنيا، مش على حاجه. ولكن حاله التركيز تقلقك. حاله التركيز تقلقك. منتخب مصر لو عايز ياخد البطوله ده هياخدها سهل. لو عايز، لو هو عايز منتخب مصر، لو احنا عايزين ومقررين ناخدها هناخدها. بس اللعيبه كلها بتقول انها عايز تاخد البطوله، تقول حاجه واللي احنا بنشوفه حاجه تانية. ما انت عايز تعمل احلى حاجه، انما هتعمل انت بتعمل ايه بقى؟ ده هو ده يعني، عشان تبقى محمد صلاح لازم تتعب. مش بتيجي من فراغ. احنا كلنا عايزين نبقى احسن لعيب. نصايح اخيره للمنتخب بكره. لازم يبقى في رغبه، لازم تبقى عارف ان في ناس كتير جدا، الناس النهارده اللي بتهاجمك دي، اكسب بكره هتلاقي الدنيا خلاص بقى مختلفه تماما، وحبيبي والدنيا كلها تتغير. فنصيحه، البطوله سهله، فلو انتم مركزين ترجعوا بالبطوله ان شاء الله، واتمنى ان الحاله الذهنيه والتركيز يبقى في احسن حالته بكره ان شاء الله. فيتوريا
فيتوريا. ركز يا عم الحاج. يعني انا ما اعرفش كنت رد. يعني الاولويه للافضل مهمه جدا، لازم يركز في دي. الاولويه للافضل. الاولويه للافضل والجاهزيه للافضل. الاولويه للافضل والجاهزيه للافضل. ركز يا عم الحاج. فضلك بكره. عشان انت اللي هتحاسب. مشاريب كلها عندك بكره. طبعا يعني محدش يستحملها. طبعا. فنتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته بكره. كابتن رضا انا بشكرك، بستمتع دايما بوجودك معايا. حبيبي يا كابتن اسلام، ربنا يخليك، وسعيد جدا كنت معاك النهارده، وبحب رايح جاي. السؤال اللي رايح جاي ده بيبقى حلو. انا خلي بالك ما بصيتش في الورق. لا ورق دي رايح جاي. خلينا كده. انا بشكرك حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. بارك ايه؟ الحمد لله كويس. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ ده كابتن اسلام. النهارده يا جماعه دلوقتي دخلوا عليا الاثنين بيتنططوا عليا، قالوا لي مش هنسلم عليك بقى، احنا من بعيد كده بيشاوروا لي بس. فبقول لهم ليه يا جماعه؟ قالوا لي اصل احنا المشاهدات بتاعت الحلقه عملت ارقام كبيره جدا. قلت لهم ما هو عشان خاطر جمهور الاهلي، ما هو يعني الطبيعي اللي بيحصل. فبيتنططوا عليا دلوقتي يا جماعه، تخيلوا حضراتكم. لا ثابت هو ثابت بيتنطط عليا لوحده. انا الوحيد. انت الوحيد اللي بيتنطط عليا. لا كلام يا عم ثابت. لا فيعني بسم الله ما شاء الله، مشاهدات كبيره جدا للحلقه السابقه واللي قبلها واللي قبلها. ولكن يعني فلقيتهم لما لقيتهم كده قلت لهم يا جماعه، يعني حد يبقى عنده جمهور الاهلي وما يعرفش يجيب المشاهدات دي؟ قالوا لي لا، ما هو احنا بقى النهارده هنقول لك كلام مهم اكتر واكتر عشان نجيب مشاهدات اكتر. بس واكد برضه امانه، يعني عشان حلقه مصر تجيب مشاهدات، ده برضه يؤكد ان طبعا جمهور الاهلي كبير، وبرضه جماهير الانديه الاخرى اكيد بتتفرج. يعني عشان منتخب مصر وحته نقاط النادي الاهلي، يعني بنتكلم فيها عن المنتخب. فبامانه والله الكلام بكل موضوعيه، بعيدا عن الالوان، بعيدا عن كل شيء، وحتى التفاعل نفسه لما تشوف هتلاقي والله الجماهير كلها على مختلف انتماءاتها، كله بيتكلم. حتى احنا اتكلمنا المره اللي فاتت مثلا احمد فتوح ما لعبش، اتكلمنا احمد زيزو اتظلم. اقصده احنا في فتره بكل امان، طالما ان احنا بنتكلم في وقت لمنتخب مصر، فالجميع عليه ان ينحي الالوان جانبا. واعتقد ان قرارات النادي الاهلي بصراحه رائده في الحته دي. الحمد لله. ثابت، تقييمك لاداء المنتخبات العربيه قبل ما نتكلم عن منتخب مصر. والله هو الاداء بتاع، يعني شفنا كله حتى المغرب النهارده، كل المنتخبات العربيه باستثناء المغرب، هو اداء باهت. اداء باهت لكل المنتخبات العربيه باستثناء المغرب. المغرب بصراحه احلى كوره وامتع كوره، اكتسبوا شخصيه البطل من ساعه ما وصلوا رابع العالم. تحس ان هم بقوا فريق تقيل، عندهم خبرات، عندهم لعيبه ممتازه في كل مركز. حتى الدكه الثلاثه اللي كانوا نازلين ثلاثه تحس ان هم احسن من الاساسيين. فالمغرب، لا المغرب فريق تحس ان هو كمان بادئ المستوى، هيبدا مستوى تدريجي، وحاطط ومركزين قوي وعينهم على البطوله، عكس المنتخبات العربيه الباقيه. منتخب مصر نتمنى ان مباراه بكره تكون البدايه الحقيقيه لمنتخب مصر. انا دي امنيتي الصراحه. انا حد بيسالني بيقول لي يا جماعه احنا بنلعب، احنا لسه واصلين الكوت ديفوار من كام يوم، لعبنا مباراه قدام مع موزمبيق، تعادلنا 2-2. الماتش الرسمي هيبدا بكره، كنا لسه بنسخن فبكره ان شاء الله هتشوفوا منتخب مصر بشكله الرئيسي يعني. صحيح. ودايما على فكره هو في طابع في اللاعب المصري، حتى في مع النادي الاهلي كمان، لعيبه النادي الاهلي او لعيبه منتخب مصر لما بتتحط تحت ضغط بتلاقيها طلعت احسن ما عندها. فان شاء الله ان شاء الله عندنا ثقه باذن الله في لعيبه منتخب مصر. اي 11 راجل في الملعب بكره ايا كان اسمهم، مهم جدا ان انت تلعب، يكون عندك شخصيه، يكون عندك روح، يكون عندك اداء بشكل قوي، يكون عندك كل فرصه بتغتنمها. ما ينفعش ان انت منتخب مصر تاني اكتر منتخب عامل محاولات في الجوله الاولى. بعد الكونغو. يعني الكونغو اللي هي لسه ماتش برضه مصمم ماشي. يعني تاني اكتر محاولات، بس انت محتاج لا محتاج تقاتل على كل فرصه. محتاج ان انت تترجم الحاجات دي كلها. اوكي. اما باقي يعني الباقي الفرق، تونس انا حضرتك كنت سالتني قبل البطوله متوقع منتخب يخرج، منتخب كبير يخرج يبقى مفاجاه، انا قلت تونس. ليه؟ كل المعطيات في تونس قبل البطوله بتقول ان الثلاثي الامامي مش، لا مفتقدين بصراحه. طه ياسين الخنيسي يعني كبر، كان مهاجم كبير، دلوقتي لا مش هو المهاجم اللي يبقى مهاجم منتخب تونس. حتى اللي قدام يوسف المساكني لعيب كبير جدا بس كبر، ما عندهمش الشراسه الهجوميه. هم عندهم خط وسط ملعب قوي،
عندهم علي معلول عمل ماتش ممتاز وهنتكلم عليه دلوقتي في مع تونس الشوط الثاني تحديدا. ولكن منتخب تونس لا، منتخب تونس حتى في الماتش الجاي لما يلعب مالي هيبقى فرصته صعبه، لو خسر من مالي هيبقى الفرصه صعبه جدا لتونس. الارقام اللي معاك ايه برضو يا احمد؟ اتفضل. في الارقام ممكن نستعرض مباراه يعني فضل. مثلا ماتش مصر وموزمبيق الاول، احنا يمكن كنا قلنا الاحصائيه دي ان منتخب مصر استحوذ 61%، المحاولات 21 محاوله منهم 5 محاولات صح، عمل فرص محاوله محققه للتسجيل 2 وموزمبيق 2، التمريرات الصحيحه 473 لمصر مقابل 283 لموزمبيق، و7 ضربات ركنيه لمصر مقابل 2 لموزمبيق. احنا اتكلمنا يمكن على المباراه دي ان مصر ان شاء الله باذن الله تعوض التعادل اللي حصل قدام موزمبيق في مباراه بكره. اما نخش بقى على تونس، الحاجات اللي احنا ما عرضناهاش قبل كده، مباراه تونس وناميبيا. ارقام تونس نبص نلاقي ان تونس الاستحواذ بتاعها 61% اكتر، محاولاتها 10، تخيل ان ناميبيا 12 محاوله اكتر من تونس. يعني ناميبيا كانت اخطر، الفرص المحققه للتسجيل ناميبيا اخطر من تونس. راحوا على الجون 3 مقابل 2 لتونس. الضربات الركنيه رغم ان الاستحواذ 61-39 بس الاخطر كان ناميبيا. ناميبيا ضيعت فرص كتير، كان في انفرادات بيتر شيلول ضيعها، يعني ضيع 2 في الشوط الاول مثلا. العرضيات 18 مقابل 21 لناميبيا. فالارقام بتاعه تونس استحواذ، ولكن ناميبيا كانت اخطر واكثر فعاليه واكثر. على فكره ده اول فوز كمان لناميبيا في تاريخها في كاس الامم الافريقيه، كان على حساب تونس. صحيح. كانت خساره صعبه جدا للمنتخب التونسي. المنتخب العربي الثالث وهو الجزائر. منتخب الجزائر عمل شوط اول مثالي قدام انجولا، وتراجع في الشوط الثاني، عمل يمكن استحواذ 66%، محاولات للجزائر 16 محاوله، رقم كبير. ولكن نبص على رقم المحاولات الصحيحه، بيعانوا من نفس مشكله منتخب مصر ان هم بيروحوا على الجون كتير، 16 محاوله ولكن المحاولات الصحيحه 3 بس. انجولا عملت 7 محاولات منهم محاوله واحده صح جت جون، حتى الفرص المحققه للتسجيل لانجولا اكتر من الجزائر. لكن الرقم اللي لازم نقف عنده في عند الجزائر، الضربات الركنيه 14 ضربه ركنيه، اكتر منتخب جاله ضربات ركنيه للجزائر كانت للجزائر. انا بشوف منتخب الجزائري منتخب عنده سكواد قوي، يعني يوسف البلايلي، بغداد بنجاح قدام، رياض محرز، عندهم تشكيله كويسه. ولكن بشوف ان احيانا تغييرات جمال بالماضي بتبقى بتاثر، بصراحه بتاثر بالسلب شويه. يعني انا شايف ان تغيير بغداد بنجاح ويوسف البلايلي فرقت كتير جدا، خروج الاثنين دول يعني اضعف من قوه الجزائر، خاصه ان الجزائر ما عندهاش الدكه الموجوده في المغرب. طيب ماشي، هنكمل الارقام دي لانها ارقام مهمه جدا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نشوف تقرير عن منتخب مصر واستعداداته لهذه المباراه وانه لا بديل عن الفوز، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، نكمل كلامنا. الارقام منتخب فيما يخص الجزائر، ارقام المنتخبات العربيه الجزائر، احنا قلنا الجزائر وقلنا تونس وقلنا مصر، نخش في موريتانيا، منتخب الموريتاني المنتخب العربي الرابع. موريتانيا قدام بوركينا فاسو، يمكن الاستحواذ طبعا 38% مقابل بوركينا 62%، المحاولات لبوركينا كانت اكتر 11 محاوله منهم 5 صح، الفرص المحققه للتسجيل كانت بوركينا، يعني بوركينا كانت اخطر. طبعا منتخب الموريتاني لسه الخبرات، بس كونه ان هو بيشارك وبيحتك بالمستويات ديت، وان هو يخسر 1-0 بس من بوركينا فاسو، دي اعتقد برضو نتيجه مش وحشه، ويعملوا 9 محاولات في الماتش ويعملوا 241 تمريره، دي برضو حاجه تحسب لهم، بالتاكيد بياخدوا خبرات. المنتخب الخامس بقى بعد كده المغربي، المنتخب المغربي استحواذه قدام تنزانيا النهارده 52%، 52% مقابل ال 48% لتنزانيا. محاولات المغرب 14، احسن منتخب عربي المغرب ليه؟ راح على الجون 14 محاوله منهم 7 صح، مقابل تنزانيا 2 منهم ولا واحده صح. يعني كان في تركيز اكتر على الفينش في المغرب، من 7 محاولات جابوا 3 اجوان، التمريرات 465 و449 قريبه، الضربات الركنيه للمغرب 5، العرضيات اكتر. فبصراحه منتخب المغرب هو احسن منتخب عربي ظهر في الجوله الاولى، ويعتبر واحد من المرشحين للبطوله بعد الاداء ده.
طيب كريم، عامل الرطوبه الكل اتكلم فيه الحقيقه، مش احنا بس، ومش البيت الكبير بس، ومش انا بس، كل الناس اتكلمت في الرطوبه. طبعا اكيد عامل الرطوبه اكيد بيأثر على عدد من اللاعبين، ما اقدرش اقول كله، لان اكيد برضه لازم نفرق ما بين، خصوصا اللاعبين اللي جايه من اوروبا، واضح جدا ان هي ربما يكون عندهم تأثر، حتى شفناه في منتخب غانا نفسه، منتخب غانا نفسه ما كانش بالشكل الافضل بالرصد الاخضر، ولكن كابتن اسلام ما اقدرش بصراحه بكل امانه ما اقدرش احطه كمبرر للنتائج السيئه، لانه بصراحه برضه المنتخب المغربي النهارده بنتكلم على نتفرج على الماتش، يعني 90 دقيقه من الاستحواذ، تنزانيا ممكن هيقول لي كريم برضو عايزين نبص على المنافس، اوكي يعني تنزانيا الفرق الفني ما بين تنزانيا وموزمبيق ايه يعني؟ فروقات بسيطه. النهارده المنتخب المغربي عرف يتعامل مع المباراه، خلص عليها من بدايتها، واللعيبه في افضل حالتها البدنيه، مش محتاج ان انا استنى لغايه اخر المباراه عشان النهارده احسم التفوق بتاعي. منتخب مصر مثلا يعني في مباراته مع موزمبيق الهدف في الثانيه 23 ولا 24، ده معناه ان انت كانك بالظبط دخلت الماتش والنتيجه 1-0، مش بادئ 0-0، فالمفروض كنا احنا فنشنا الماتش. اه طبعا الرطوبه اكيد طبعا في كوت ديفوار وفي بعض البلدان الافريقيه الاستوائيه بتبقى مشكله في موضوع الاكسجين، بس برضو حسب ما شفته وعملت سيرش كده ما اقدرش اقارن او ما اقدرش اشبه ان الرطوبه في كوت ديفوار مثلا زي اثيوبيا او الاكسجين، لان اثيوبيا عاليه. احنا قلنا ثلاث بلاد انا شخصيا لعبت فيهم. اوكي اثيوبيا نمره واحد. أيه. بالترتيب عشان الارتفاع. اثيوبيا مفيش زيها. اثيوبيا الارتفاع مستحيل. كينيا نمره اثنين. اوكي ساحل العاج نمره ثلاثه. اوكي بالظبط، فبالتالي احنا ممكن نقول برضو كان يعني المنتخب المفروض ان هو مسافر بدري شويه، واخد معاه اكيد طباخ، واخد معاه برضو في يعني الفيتامينز، الحاجات اللي بتخليها تغلب على هذه الامور. انا بصراحه اوكي في مشكله فيها، لكن انا ما اقدرش احطها كمبرر او كحاجه لسوء المستوى. المنتخب المغربي نفس ظروفنا، نفس كل شيء، وقدروا ان هم يتفوقوا بشكل مميز جدا، وبصراحه احلى يعني كوره الجوله الاولى. لو مثلا بنختار منتخب يا ثابت عنده فجوه في المستوى، المنتخب المغربي كل فجوه، في فجوه انت بتتفرج على المغرب حاجه، ويجي بعد والسنغال لعبه بس اقول حاجه، راس الاخضر برضه كاف فيردي بصراحه عملوا مباراه تكتيكيه داخل الملعب ممتازه، لعبوا كره حلوه جدا. فاحنا طبعا اوكي صح البطولات المجمعه يفترض ان احنا ناخدها بشكل تدريجي، ما نطلعش اقصى ما عندنا في الاول، بس برضه نخلي بالنا ان احنا هنتزنق لا قدر الله اي نتيجه سلبيه بكره، اي عدم تعاون. وبصراحه بكل امانه يعني روي فيتوريا في كلامه في المؤتمر الصحفي بمباراه غانا واضح برضو ان لا لسه مش احساسي كده ان هو تصريحاته بدات تبقى يعني فيها بعض من التوتر، مش مديني الثقه ان هو متملك الامور. وحضرتك طبعا فاهم ان البطولات المجمعه دي لازم الثقه تيجي مدير فني، انت لازم تديها للعيبه، والا هتسمح للعيبه بقى ان هم يجوا في وقت من الاوقات يا جماعه يلا احنا بقى ايه ننطلق لوحدنا ونلعب بالطريقه اللي احنا شايفينها الامس. فكل امانه اتمنى طبعا ان احنا نتفادى موضوع الرطوبه ده بكره، اعتقد بكره هنلعب في نفس التوقيت بتاع ماتش موزمبيق او 10 10 10 متاخر شويه في 8 التوقيت هناك. اوكي فالرطوبه كده تقل شويه، واتمنى طبعا يكون هو بكل تاكيد بقى حل المشاكل الفنيه اللي حصلت، يعني درس واشتغلنا عليها وبعدنا عن اي قرارات تكون فيها عند او تمسك بوجهات النظر. بكل امانه بكره مباراه لا تحتمل يعني القسم على اثنين. بكره تعتبر اخطر مباراه. هنتكلم عن المباراه بتاعت بكره، بس خلينا نكمل كلامنا بشكل تمام. عام اوكي تمام. وبعد كده نتكلم عن المباراه بكره. تمام. عايزك يا احمد برضو تقيم لي محترفي النادي الاهلي سواء بيرسيتاو مع جنوب افريقيا، علي معلول مع تونس، اليو ديانج مع مالي. هنتكلم بالارقام، يمكن علي معلول هو اللي واخد اعلى تقييم، اعلى من بيرسيتاو واعلى من اليو ديانج. نبدا الاول مثلا ببيرسيتاو قدام مالي. بيرسيتاو لعب 90 دقيقه، لمس الكوره 56 مره، عمل 5 محاولات على المرمى. بيرسيتاو في مباراه جنوب افريقيا ومالي، المحاولات الصحيحه لبيرسيتاو 3، طبعا ضيع ضربه جزاء وده اللي قلل التقييم بتاعه، ان هو ضيع ضربه جزاء كانت نقطه التحول في الماتش، ان بدل ما كانت جنوب افريقيا تتقدم مالي هي اللي رجعت. طبعا تاكلينج صحيح 5، فاز بالتحامات ثنائيه 6 من 14، ارتكب اخطاء 4، حصل على تقييم 6.7 من 10. بيرسيتاو اخد 6.7 من 10. اما اليو ديانج اللي كان بيلعبه بقى في منتخب مالي، كان بيلعب جنوب افريقيا، ارقام اليو ديانج قدام جنوب افريقيا لعب 78 دقيقه،
لمس الكورة 57 مرة، صنع فرصة، عمل محاولتين، فاز بالتحامات ثنائية 5 من 10 يعني نص الالتحامات، وتاكلينج صحيح 4. أخد تقييم في الماتش ده أليو ديانج 7 من 10، وكان هو عمل البري أسيست في الجون الثاني المالي، يمكن يعني اللي هو صنع فرص لزملائه 1 يعني، أخد تقييم 7 من 10. علي معلول أخد أعلى واحد فيهم 7 و7 من 10، رغم إن تونس خسرت من ناميبيا إلا إن هو أخد تقييم كويس. هو علي معلول لعب 90 دقيقة، لمس الكورة 83 مرة، صنع 3 فرص، أكتر من صنع فرص في المباراة كان علي معلول، صنع 3 فرص، وأكتر واحد عمل تمريرات صحيحة في المباراة برضه 46 تمريرة. العرضيات بتاعت معلول 5 صح من 8، التمريرات الطولية 4 صح من 6. علي معلول أخد تقييم 7 و7 من 10، يعني معلول أخد 7 و7، أليو ديانج أخد 7 من 10، بيرسي تاو 6 و7 من 10. ده تقييم أحمد ثابت ولا تقييم ال... لا ده تقييم مواقع الإحصائيات مش تقييم. أنا معلول أديله 10 لو على طول لو أعرف أديله أدي الثلاثة كل واحد 10. الجون كان من عنده. لا هو ده كان الضربة ثابتة، هو راح الناحية الثانية. لا الكرة لما تلعب هو كان لازم يضغط على الأوفر الأول خالص، الأوفر لما الأوفر اترفع. لا هو كان واقف هنا يا جماعه، ما هو مش اي اوفر يترفع يبقى الباك ده يا كابتن لازم يضغط، هو كان ضاغط على اللاعب كل حاجه بتترفع يقول لك الباك كان لازم يضغط بس مش حقيقة. انت قصدك على لا الكوره هو معلول كان واقف وهي بتترفع كان هو قدام اللي بيرفع. اي ما دي اللي بقول كان لازم يمنعه يعني. معلول ما بيغلطش يا كابتن. معلول بيغلط ولا بيرسي تاو بيغلط؟ ولا اليو ديانج بيغلط؟ ده هو بيرسي تاو الجون جه كده شويه الكوره عليه. طيب كريم برضو نعم. تحليل عام للجوله الاولى. طيب عايزين برضو احنا نقول بعض الارقام خصوصا طبعا. بصراحه المنتخب المغربي ان انا شايف بصراحه ان هو المنتخب المغربي النهارده هو اكتر منتخب نقدر نقول ان هو حقق ارقام مميزه في الجوله الاولى. احنا قلنا ان محمد صلاح حقق الرقم بتاع ان هو احرز في 4 نسخ مختلفه لكاس الامم الافريقيه. النهارده بيخش معاه في الحته دي يوسف النصيري النهارده بهدفه اللي سجله النهارده في مرمى تنزانيا، بيصبح اول لاعب مغربي في التاريخ بيسجل في 4 نسخ مختلفه، واعتقد طبعا رقم مهم جدا جدا. برده هو وصل لهدفه الخامس في بطوله افريقيا بشكل عام. يوسف النصيري بيحقق النهارده ارقام مميزه، ولعيب بصراحه مجتهد جدا ولعيب مميز جدا طبعا أيه. بيتفرج عليه مع اشبيليه في الدوري الاسباني. طبعا النهارده برضو بلال الخنوس اللاعب اللي نزل كبديل في الدقيقه 81 بيسجل ان هو من اصغر اللاعبين اللي لعبوا مع المغرب في كاس الامم، لعب وهو عنده 19 سنه و252 يوم. يا جماعه بجد والله احنا عايزين نغير المفهوم بتاع كلمه لاعب ناشئ في مصر، والله لازم ناخد قرار كده مع بعض ان احنا موضوع لاعب ناشئ في مصر ده احنا ممكن مثلا لعيب عنده 22 23 وساعات بصراحه 24 بصراحه يعني بنقول عليهم لاعبين ناشئين او لاعبين صغيرين في السن. النهارده العالم كله النهارده بنشوف جوارديولا في ماتش نيوكاسل الاخير منزل لاعب عنده 17 سنه بيجيب له هدف الانتصار. النهارده بلال الخنوس بيلعب مع منتخب المغرب الاول في كاس امم افريقيا مباراه رسميه، وعمل وليد الكراكي عمل كام مفاجاه لطاف يعني. بصراحه هو بيتطور بقى بيتطور جدا جدا. كمان بنقول ان المغرب بتحقق اكبر انتصار ليها في كاس الامم الافريقيه منذ 21 يناير 2008 لما كسبوا ناميبيا اللي كسبت تونس 5 كسبوهم هم في 2008 5-1. برضو عز الدين اوناحي اللي يعني ايه بيتراشق معانا لفظيا في الفتره الاخيره بيسجل اول هدف له على مش هرد على عز دلوقتي. نعم انا مش هرد عليه والله بجد. نستنى شويه هو بيسجل طبعا اول هدف له في تاريخه مع منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه. طبعا برضو رومان سايس طبعا برضو المدافع المخضرم ده هو اللي فتح الجون 33 سنه و 296 يوم يا سابق بيسجل، بيبقى ثالث اكبر لاعب في للمغرب في كاس الامم. مبارك بوصوفه سجل وهو عنده 34 سنه و320 يوم، وعبد الكريم ميري سجل وهو عنده 33 سنه و60 يوم. برضو المنتخب المغربي سجل في اخر 10 مباريات له في كاس الامم الافريقيه يا كابتن اسلام، طبعا رقم مميز جدا بيورينا التطور الشديد للمنتخب المغربي في السنوات الاخيره. اخر 10 مباريات له في كاس الامم الافريقيه سجل فيها اهداف. المنتخب المغربي بصراحه النهارده كان اتفق جدا مع ثابت، بتحس المنتخب واثق من نفسه قوي يعني بصراحه. وكمان بقى الزلزولي بالامانه ممتع على الجبهه اليسرى الولد يعني. النهارده كمان حميد ماوي لما زهق منه قال له بقول لك ايه بقى انت يعني، راح داخل يا عيني بوم شاله من على الارض. صح. بصراحه كان اقول لك على حاجه، انا بصراحه بشوف ان لعيبه منتخب مصر
والله عندنا امكانيات انا معاك على فكره اعلى من المغرب. يعني هقول عارف عز الدين قناحي ده لعيب كويس جدا، لعيب ممتاز قوي، بس انا بشوف ان امام عاشور احسن منه. تمام، بس احنا خلي بالك برضه عشان تترجم يوسف النصيري. طب ثانيه واحده، يوسف النصيري لعيب كويس جدا وبيلعب في اشبيليه ومهاجم بس بيضيع كتير. يعني انا بشوف ان مصطفى محمد اهو في قناه الاهلي اقول لك ان مصطفى محمد انا بشوفه افضل من يوسف النصيري. يعني احنا نحب لعبتنا، بس انا برضه كل امانه عشان بنتكلم كوره لازم احنا بنتكلم على لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. طب ممكن تبقى كويس على مستوى الفرد. صح، هو بيتكلم هنا بشكل عام. ان منتخب مصر بشكل عام في هذه المباراه، المباراه الاولى اللي هي البدايه دي لاي اللي احنا مش فاكرينها، يعني دي اللي هي بكره هتتلعب اول مباراه رسميه ان شاء الله. صح، ان شاء الله متفقين احنا ان شاء الله. بس برضه احنا بكره هنلاعب منتخب اصعب. هنيجي نتكلم عن المنتخب، ولكن نستعرض ترتيب المجموعات وابرز النقاط الايجابيه اللي انت شفتها. يعني اول مجموعه ناخد المجموعه الاولى طبعا كوت ديفوار 3 نقط. نعم. وبعد كده غينيا الاستوائيه نقطه ونيجيريا نقطه وغينيا بيساو. اوكي، طبعا نيجيريا في الجوله الثانيه مستنيين ان هي تبدا بقى ايه تفوق وترجع تاني عشان هي تقدر تنافس. كوت ديفوار خلاص تعتبر ايه هتحسم الصداره في المجموعه دي من الجوله الثانيه، يعني هتخش معاها نيجيريا طبعا الاقرب. المجموعه دي تعتبر من اسهل المجموعات الموجوده لانها موجود فيها كوت ديفوار ونيجيريا. المجموعه الثانيه الراس الاخضر اخذت الثلاث نقط، وبعد كده مصر نقطة، موزمبيق نقطة، وغانا مفيش. بكرة أخطر مباراة لمصر في المجموعة. قدر الله لو حصل تعادل مش أو خسارة الأمور هتبقى صعبة. لا، التعادل برضو يعني يحطك في هتحطك في أحسن توالد. بس تكسب آخر ماتش بقى؟ لا لا لا، شرط تكسب. لا، وممكن برضو ممكن ممكن على أساس إن الراس الأخضر مش هتكسب يعني. يعني حتى لو كسبت ما هتبقى تاني. بس التعادل برضو يعني مش ده اللي احنا مستنيينه يعني. صحيح. لا طبعا. لا طبعا طبعا لا يعني. السنغال المجموعه الثالثه، نخش في الثالثه. السنغال 3 نقط، الكاميرون نقطه، وده كان تعادل الكاميرون كان مفاجاه مع غينيا. وبعد كده جامبيا، دي مجموعه برضو صعبه جدا، وصعب ان انت يعني السنغال هيبقى متصدر. الثلاث مجموعات الثلاث فرق اللي بعد كده غينيا الكاميرون حتى جامبيا هيبقى ليها فرصه ان هي ممكن تنافس برضو على المركز الثاني مع المجموعه اللي هي سي. نخش في المجموعه دي، بوركينا فاسو اخذت الثلاث نقط، الجزائر نقطه، انغولا نقطه، موريتانيا ولا نقطه. اوكي، مجموعه برضو مجموعه صعبه. بوركينا والجزائر هما الاقرب في المجموعه دي، وان كان انغولا بعد تعادلها مع الجزائر هيبقى لها فرصه كبيره برضو. المجموعه اللي بعد كده مجموعه مالي 3 نقط، ناميبيا 3 نقط، تونس ولا نقطه، جنوب افريقيا ولا نقطة. دي انا بشوفها من اصعب المجموعات، قد تكون اصعب مجموعه، مالي وناميبيا وتونس. ليه؟ لان تونس في الجوله الثانيه عايزه ترجع الفرصه الاخيره ليها لو خسرت. جنوب افريقيا عملت شكل كويس قدام مالي وقابلت اقوى فريق اللي هو مالي فعندها فرصه. ناميبيا كسبت الثلاث نقط، فدي مجموعه صعبه قوي يعني. المجموعه دي لسه ممكن في اخر دقيقه في الجوله الثالثه ممكن تشوف حسم للمجموعات. المجموعه الرابعه طبعا مجموعه المنتخب المغربي. المغرب طبعا هتحسم الصداره، هيبقى المنافسه ما بين الكونغو وما بين زامبيا اللي هم تعادلوا النهارده على المركز الثاني. طيب ابرز النقاط الايجابيه بالنسبه لمصر، المحاولات بالنسبه لنا انا شايف بصراحه التحكيم المصري ممتاز ممتاز بصراحة. احسن حاجه في الجوله الاولى، عايز له حلقه لوحده. وبصراحه بشوف الحكم امين عمر اتطور بشكل كبير قوي. صح. وحتى انا في نهايه السنه اديته افضل حكم، الناس كلها كانت بتتكلم على الحكم طبعا محمود البنا حكم ممتاز، ولكن بشوف ان امين عمر يا جماعه اتطور بشكل كبير قوي كحكم ساحه. محمود البنا تحول لحكم فار هو ومحمود عاشور بقوا ممتازين في الفار برضو. محمود عاشور تحديدا على الفار ممتاز جدا، وامين عمر اتطور قوي حتى معدل اخطائه قل. فتحيه للتحكيم المصري، عاملين اداء ممتاز، نتمنى ان هم يكملوا على كده. وكابتن محمد عادل برضو له قرار يعني بصراحه انا يعني سقفت له، هو خده في الملعب الكوره بتاعه منتخب امبارح مالي في كوره فعلا صعبه جدا من الملعب، ممكن تشوفها ان هو داخل منطقه الجزاء، هو صفى ان هي فاول من خلال منطقه الجزاء وفيها حتى لعيبه مالي يعني ضغطوا عليه، هو فكر ان هو كان مركز قوي وشافها بدون ما يرجع للفار، خصوصا كمان ان هو كان مدي ركله جزاء لجنوب افريقيا، وكان ممكن حد يقول ايه ان هو ممكن يوازن الامور، لكن هو بصراحه برده كان يعني حكم المباراه وادارها بشكل مميز جدا. احنا برده كابتن اسلام عايزين نشير برده للساده المشاهدين ان الجوله الثانيه لكاس الامم الافريقيه هتشوفوا فيها في وجهه نظري اقوى 5 مباريات ممكن في البطوله. اتفضل. احنا بنتكلم على بكره بدايه من بكره كوت ديفوار هتلاعب نيجيريا، مباراه قمه طبعا. الاثنين الساعه كام يا كريم؟ بكره ان شاء الله الماتش الساعه 7 كوت ديفوار ونيجيريا. بكره تقريبا بشكل يومي في ماتش قمه، بكره كوت ديفوار نيجيريا الساعه 7، يوم الخميس ومصر وغانا. مصر وغانا
بكره نعم. مصر بكره الخميس بكره اسف برضو 18/1 الاثنين بكره يبقى الساعه 7 والساعه 10. طيب برضو يوم الجمعه مباراه قويه جدا جدا مين السنغال كاميرون الساعه 4 ماتش قوي جدا ما بين السنغال لا 7 السنغال والكاميرون الساعه 7 يوم الجمعه. يوم السبت الجزائر وبوركينا فاسو الساعه 4 برضو بوركينا فاسو من المنتخبات الكلاس اي في افريقيا في الوقت الحالي وطبعا المنتخب الجزائري عايز يعوض التعادل. يوم برضو السبت بالليل الساعه 10 تونس ومالي ماتش قمه كبير جدا جدا. ونيجي اخر مباراه بقى هتبقى يوم الاحد ان شاء الله برضو مباراه انا بشوفها مباراه كويسه ما بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطيه برضو منتخب مش وحش وهنشوف فيها مباراه كده في كويسة. ست ماتشات كده مباريات يعني الجوله الثانيه كوت ديفوار ونيجيريا السنغال والكاميرون الجزائر وبوركينا بالظبط تونس ومالي المغرب والكونغو والكونغو الديمقراطيه يعني الكونغو العاديه منتخب عادي لكن الكونغو الديمقراطيه منتخب قوي الجوله الثانيه هنستمتع فيها بمباريات قويه في كاس الامم ان شاء الله. طيب كواليس حديث كوليبالي عن محمد عبد المنعم طبعا كوليبالي مدافع السنغال اتكلم في حوار عن محمد عبد المنعم بشكل كويس جدا. كوليبالي واحد من افضل واهم المدافعين في العالم وتاني مره يتكلم عليه يمكن هو اتكلم عليه قال ان هو لاعب له مستقبل رائع ورأيته في كاس العالم للانديه يعني هو تابع كاس العالم للانديه قال ان هو لاعب واعد واتمنى ان هو يحترف في اوروبا وانا اشاهد كل لاعب واحب كره القدم واشاهد كل المدافعين على وجه التحديد وكيف يؤدون فدي حاجه المفروض تدي دفعه لمحمد عبد المنعم ان هو ان شاء الله في البطوله دي يتألق بشكل كويس ويستعيد اللي هو عمله في البطوله اللي فاتت. كريم تشكيل غانا بكره تشكيل غانا نتكلم بقى عن مباراه مصر والغانا اوكي طيب احنا طبعا محتاجين ان احنا نبص على الماتش اللي فات المنتخب الغاني عمل ايه خصوصا طبعا ان غانا كان ينقصها فوق يعني الراجل قال يعني ان هو ممكن بكره محمد قدوس يبقى موجود بيناور افوجة نظر يعني الشخصيه هو بيناور محمد قدوس موجود. اعتقد موجود وحيلا. بشكل اساسي هو لعب الماتش اللي فات تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه لا ما لعبش خالص هو الماتش اللي فات هو قعد إناكي ويليامز على الدكه وبدا ب جوردن ايو وبدا ببانسل طبعا يعني بانسل وجون ايو حسابات قدام يعني بيلعبونا من ايام ما كسبناهم وتاهلنا على بانسل ده سريع قوي صحيح بس برضو احنا بنتكلم بانسل يعني لو جبت نفسك من 7 سنين هتلاقي نفسك ده سريع جدا وجوردن يعني جوردن ايو النهارده 32 سنه وما زال هو بيعتمد عليه بس 32 سنه ما زال خلي بالك انت دلوقتي بعد التطور الكبير في كره القدم 32 سنه ده راجل يعني قدامه لسه سنتين ثلاثه ماشي بس يعني اقصده ان هو انا ما فهمتش هو لما قعد إناكي ويليامز يعني إناكي ويليامز طبعا بنتكلم في فجوه بنتكلم على لاعب يعني قيمته التسويقيه 29 مليون يورو يعني مبلغ يعني هو لعيب في 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 كاتيجوري او في حقبه حاجه مختلفه عن بقيه زمايله بس هو قرر ان هو يقعده على الدكه ونزله في الشوط الثاني حتى لما نزله ما تفهمش هو لعيب مهاجم صريح ولا جناح يعني برضو الدنيا كانتش مظبوطه عنده لكن انا اعتقد المنتخب الغاني يا كابتن اسلام بكره هنشوف فيه تغيير في الشكل كله يعني النهارده منتخب غاني انا اعتقد مع مدير عندهم مدير فني ايرلندي اللي هو هويتون هو اعتقد بكره في اثنين هيبداوا المباراه بشكل اساسي مع منتخب غاني ويليامز ومحمد قدوس حضرتك تدوس طبعا في نص الملعب احنا بنشوف طبعا في الدوري الانجليزي حاجه طبعا امارة ميزان الراجل هو بلاي ميكر سميه رقم 8 سميه رقم 6 سميه بيعمل كل حاجه بصراحه يعني لعيب عنده كم من الامكانيات اللي تخليه يتحكم في وسط الملعب وتخليه طبعا يعمل مشاكل كبيره جدا على الوجه الثاني طبعا إناكي ويليامز هو طبعا مع اتلتيكو بلباو كان طول حياته بيلعب على في بدايته يعني كان بيلعب جناح بدا لما يشوفوا ان هو بدا يبقى عنده الواجبات الدفاعيه بتاخد من واجباته الهجوميه بدا يتمركز في مركز المهاجم الصريح كمعظم اللعيبه اللي انت بتحاول تشيل زي كهرباء عندنا كده في مصر يعني بتحاول تشيل من على دماغهم صداع الدفاع. الاثنين دول في وجهه نظري هيمثلوا تغيير واضح في تشكيل منتخب غانا وضعا في اعتبار ان خط وسط منتخب غانا بصراحه مش زي زمان يعني النهارده مثلا ثنائيه ادريس وبابا و اشيميرو مجيد اشيميرو اللي طبعا بيلعب في اندرلخت بصراحه ما اقدرش اقول ان هم وسط ملعب يضاهي وسط ملعب منتخب مصر بعيد فاحنا لازم نركز على محمد قدوس في وجوده في الملعب وإنياكي ويليامز اذا بدا بس هضيف نقطه اخيره
لو شفنا إناكي ويليامز في الملعب أتمنى من روي فيتوريا إنه يأمر لعبته ما تعملوش ضغط عالي أو ما تعملوش هاي لاين ديفنس، لأن إحنا لو لعبنا على إناكي ويليامز بدفاع متقدم الراجل ده وانس إنه فتح سبرنت بصراحة إحنا هنسمع صوته مش هنشوفه. راجل سريع آه والله حلوة دي والله راجل سريع للغاية، واسألوا عنه دفاع برشلونة يعني لازم أي ماتش بيعلم على برشلونة، راجل سريع للغايه للغايه. فاحنا بنحاول نحنا كريم نعم ولا حاجه انت عاجبك تستم ولا حاجه لا ما اقدرش اتكلم لا انت بتضحك انتوا زعلانين اصلا فانا سايبكم ما بحبش اشمت في الناس وتعد من واحد حاسس انك بتعد من واحد يعني ببقى من جوايا. طيب ثابت اهم نقاط الضعف والقوه وبسرعه جدا في غانا. غانا خدها كده عنوان غانا، انا بشوف لما اتفرجت عليهم غانا منتخب بيحلق مش بيضغط. يعني ايه بيحلق زي منتخب مصر في موزمبيق بالظبط، بس غانا اكتر. غانا منتخب ما عندوش قلب لعبته يعني وحوار لا ما عندوش قلب يعني ايه؟ يعني اللعيبه بتلعب فردي. نعرض الصور ووريكم بالصور. ما عندهمش حماس نجيب يا جماعه ما عندهمش حماس وبيحلقوا عندهم ثغرات كتير. بص ده الجون اللي دخل فيهم، هنعرض حالات كده مع بعض سريعا. هنا البص التسديده وقعت من ايد الحارس، غير ان الحارس بتاعهم ضع يعني مش احسن حاجه بالذات على التسديد، لازم بكره التسديد. بص هنا وقف الصوره دي، بص هنا، بص منتخب بيحلق ما بيعملش ضغط، غير ان انت غير ان هم عاملين دفاع عالي، انت اصلا بتلعب بدفاع عالي ومش عاملين ضغط، وبالتالي في ثغرات كتير بتظهر في المساحات اللي ورا الظاهرين. محمد صلاح وتريزيجيه ده ماتشهم بكره تحديدا، تريزيجيه الباك رايت بتاعهم من أسوأ الباكات الموجوده حاليا، انت لازم تستغل المساحه اللي في ظهره. بص هنا دينيس اودوي شايف التمرير الطوليه اللي هتتلعبت، هات الصوره اللي بعدها راحت فين. بس خلي بالك برضه عشان برضه قدامه بانسل بيلعب قدامه ما بيدافعش كمان. انا دي نقطه بانسل اصلا يعتبر راس حربه يعني زي راس حربه بيكام. بص راحت فين في ظهره، وقفه الباك رايت اصلا واقفه غلط. بص هنا راح انفراد كمل هوريك الصوره برضه بيحلقوا ما بيضغطوش. بص هنا بص الباك رايت بيعمل ايه يا كابتن اسلام. بص مغطي التسلل ازاي وهتتلعب ازاي في ظهره في المساحه اللي ما بين المساك. الحته دي لازم تريزيجيه يستغلها يعني قدر ان هو بص قطع ده كفايه الجون الثاني كمان والجون هكمل. بص باقي الحالات هنا برضو نفس اللعبه. بص يا كريم المساحه اللي ما بين الاثنين المساكين قد ايه. ده عشان كده ان شايف ان غانا لا مش جون ده دي حق من ضمن الحالات. بص المساحه اللي ما بين المساكين، هل ده دفاع تقلق منه؟ انت لازم تستغله. هو لو حطها في يعني لو حطها للي قدامه ده كده بالراحه خلاص 1 2 حتى والتاني يقطع يعمل اوفرلاب كده تحرك كتري هنا. بص ده انا بتكلم على ده يعني لو ده لعبها كده هنا يعني ياخد 1 2 يعني انفراد خلاص على الارض انفراد شيء كده مثلا او ده هيقطع لجوه كده ويجيب بعيدا عن الكره اللي هناك ده يعني سيبك من ده انا بتكلم على ده لو لعبها له كده بالراحه خلص ده هيخش يجيب جون يعني صح يجيب جون من هنا ده بص المساحه حضرتك ما بين المساكين قد ايه الاثنين المساكين. بص الباك رايت داخل لجوه ماشي بس الباك رايت كمان واقف صح هنا واقف صح بس هنا بص المساحه المساحات الموجوده في يعني مش دي غانا. بس دي ثغره كبيره جدا غير ان الاثنين الارتكاز مش احسن حاجه يعني غانا تحس ان هم متقسمين فرقتين، فريق قوي قوي قدام وفريق ضعيف قوي ورا. بس هم لما هاجموا بصراحه كانوا شرسين جدا شرسين من الاطراف لما تاخروا في النتيجه بس انت يعني كمل الصور هتلاقي نقاط ضعف كتير انت لازم تستغلها. لازم روي فيتوريا يشتغل على شايف الثغره قد ايه. بص لما اتلعبت هنا اتلعبت هنا وبص في المساحه بص كله واقف فاضي اصلا. بص الباك رايت دخل يعني ده بقى فاضي المهاجم ده اصلا مضيع بتاع 3 4 انفرادات اللي في النص ده. كمل بقى الصور برده هنا راحت دي تكملتها لما لعبها بالعرض هات اللي بعدها هنا برده انفراد. بص رايح انفراد منين. بص هما بيلعبوا دفاع عالي فانت عشان كده انا شايف ان ممكن كهربا الشوط الثاني كل دور كهربا مش كوكا كهربا ليه؟ لان كهربا عنده سرعات اكتر من كوكا. كهربا في المساحات دي يظهر اكتر تمام مع عمر مرموش برضه. عمر مرموش لو استغلته في الشوط الثاني ممكن يكون له دور مهم ابدا بيه الاول بقى وممكن طبعا ابدا بس تريزيجيه بيدافع كويس. تريزيجيه دفاعيا بيهاجم كويس جدا. تريزيجيه ده انا بشوف ان هو لا خلاف على وجوده فتريزيجيه في الحته دي انا عايز اشوف حته ثانيه لعمر يعني انت فاهم عمر ممكن يكون تغييره. ما انت لازم المدرب الكبير في البطولات المجمعه لازم يكون له تغيير زي ما كان كده جده موجود في 2010 تغييره تقلب لك الماتش. طيب هنا برضو بص المساحات قد ايه يا كابتن اسلام في الدفاع كمل بس يلا. هنا برضو بص هنا مفيش ضغط عشان كده سميتهم هم بيحلقوا ما بيضغطوش مدرب بص منتخب المحلقين صح حلوه دي ماشي كمل بص هنا بص قد ايه واقفين فاضي ورا
محلقين يعني فاضيين ال 23 فاضي اللي بيحلقوا اللي بيحلقوا ما بيضغطوش يعني. بص ثلاثة بص هنا كرة جوه علامة منطقة الجزاء وضيعها صح فاهم. لا واقفين بيحلقوا بص هنا كمان هنا المدافع بيترقص بسهوله جدا. ده الجون ده ضحك ال 82 ده ضحك السنين. الجون ده يعني الجون ده يا جماعه لا مش ده الجون لا والله اللعبه اللي قبلها دي اللعبه اللي لا مش ده الجون ده اللي قبلها بس هي شبهها هي شبهها كده بالظبط ما كربونه. بص كمل ده الجون بقى الاول يا رب يا فيتوريا تاخد بالك. بص كمل هات الجون كان من اوت اصلا بدايته اوت. هات اللي بعدها بس اتلعبت المدافع هنا قلش اصلا ومسكها المدافع تحت رجله الكوره طولت منه بس يعني حته بسيطه جدا. قام الثاني لعبها قام الجون طالع بطريقه غريبه قامت ملعوبه الجون فاضي. ايه يا جماعه ده بص يعني انت عندك مشاكل دفاعيه لازم تستغلها طيب تشكيل الامثل لمصر من وجهه نظرك بسرعه كريم. محمد الشناوي محمد هاني باك يمين ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم اثنين مساكين احمد فتوح باك شمال مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور ثلاثي خط الوسط صلاح تريزيجيه ومصطفى محمد. هكمل بس تعليمات اللاعبين. حمدي فتحي يبقى ورا محمد صلاح عشان يامن مع محمد هاني. تريزيجيه هيامن مع احمد فتوح. امام عاشور ومروان عطيه هيامنوا قلب الملعب. مصطفى محمد ومحمد صلاح في الحاله الدفاعيه ما يرجعوش غير عند دايره المنتصف. ولما اذا شفنا انياكي ويليامز في ملعب ما نلعبش بدفاع متقدم. الشناوي ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم اثنين مساكين عمر كمال باك رايت احمد فتوح باك ليفت. الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور. الثلاثه اللي قدام مصطفى محمد صلاح تريزيجيه. مقبول ان هو ممكن يحط هاني مكان عمر كمال عبد الواحد. مقبول ان هو ممكن يحط محمد حمدي مكان احمد فتوح ده وده لكن وسط الملعب لا. وسط الملعب يا جماعه ما ينفعش هم ده هذا الثلاثي الثلاثي ده يعني ما ينفعش تغير فوز لان الماتش اللي فات كان مشكلتنا في وسط الملعب. ضغط عالي ولا ينتظر اذا ما على حسب احنا برده ما بنلعبش نفسنا احنا بنلعب مين. لا ضغط عالي ولا ينتظر دي ما فيهاش. لا على حسب مين التشكيل قدام النهارده انياكي ويليامز هيلعب حتى لو انت عندك مين ما اقدرش العب ضغط عالي ما اقدرش العب دفاع متقدم قدامه. ليه انياكي ويليامز كل هو عايزه تلعب له الكوره بس وسيبني افتح السبرنت مع ايا كان مدافع. هو انا اسف اي مدافع في مصر هيخش سبرنت مع انياكي ويليامز هيكسب كل ما ضغط عالي ولا قسم المباراه. اوكي قسم المباراه يعني ايه يعني ممكن تبدا باول 10 دقايق ضغط عالي وبعد كده ترجع في نهايه الشوط لو اتلعب بقى لويليامز من اول 10 دقايق وراح جاب هتعمل ايه لا تقسيم المباراه لازم برضه لا ما انت قسمت او انت قلت قسمتها 10 دقايق عادي هترجع لو انيكي ويليامز مثلا قدر ان هو يستغل تقدر ترجع. لا ان شاء الله مش هيجيبها نغير بس انا اقصد ان لازم في الماتش ده تقسم الماتش. ليه لان الماتش كبير. تاني حاجه مش عايز اخلص المجهود البدني بتاع اللعيبه في الشوط الثاني زي اللي حصل الماتش اللي فات. لا وخصوصا مع الرطوبه برضو مهما كان ومع يعني الرطوبه فلازم لازم تقسم المباراه بشكل صحيح. واذا نقطه اخيره اسف والله قبل ما ننهي بس اذا يا كابتن اسلام المباراه احتاجت انك تغير مصطفى محمد او محمد صلاح ممكن تغيره. لا يعني اذا احتاجت اذا مثلا عمر مرموش بكل امانه السنه دي متالق كراس حربه ما ينفعش مش هيتالق كوينج خلاص. انت مكسوف تقول محمد صلاح يعني انت مكسوف تقول محمد لا وصلاح وزيزو ما انت مش هتلعب زيزو كبدايه بكل امان. زيزو ملوش مكان في البدايه. حسيت انك عايز النهارده تنزل زيزو مش هيلعب مع محمد صلاح واحنا شرحتها المره اللي فاتت بصراحه بشكل مميز جدا. هيعملوا قفل. عايز تنزل زيزو طلع صلاح. عايز تنزل عمر مش تستفيد منه كراس حربه طلع مصطفى محمد. دي الكوره. ولازم كمان تحط تغييرات لازم يبقى عندك اوراق رابحه يعني انا حاطط سيناريو بدات ب 4-3-3 مصطفى فتحي انا وجهه نظري لازم يبقى ليه دور. مصطفى فتحي واحد من اللعيبه الكويسين مصطفى فتحي وكهربا خلال الكهربا وعمر مرموش الثلاثه ده من الناحيه الهجوميه لازم يبقى ليهم دور يعني كهربا اولى من كوكا صحيح. طيب مين من وجهه نظرك بكره بسرعه جدا نجم المباراه قول واحد تريزيجيه واحد امام عاشور هتزعل منك فلان الفلاني. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا. انت عارف مين طبعا فلان الفلاني. معرفش بقول لك بعد الحلقه. طيب نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يلعب من يلعب ولكن يظل دائما 120 مليون مصري في ظهر منتخبنا. يا رب بكره النصر لمصر وبكره نستطيع ان نفوز في هذه المباراه ويعود منتخب مصر الى الطريق الصحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معايا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معايا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع. إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم ويعني إن شاء الله قد يكون هناك مفاجأة نعرضها لحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله.
او هنقول لكم يعني، خليكم دايما متابعين قناه الاهلي كل يوم خلال هذه الفتره، لان ان شاء الله ممكن يكون في مفاجاه تعجب حضراتكم ان شاء الله على قناه الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.